Bismillahirrahmanirrahim dan salam. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طبعا فريق تنايمس الطب هو فريق على مستوى جامعة الموصل ضم طلاب أغلب المجموعة الطبية أيضا يحتوي طلاب من كليات أخرى. فريق TNLMS عنده مجموعة من الإنجازات أبرزها هو تطبيق طبيب الصور معروف عند أغلبكم، كذلك مجموعة من نشر داخل الحرم الجامعي، المحاضرات اللي تشوفوها أنتم حاليا، كذلك مسابقات على المستوى العلمي هورايزن، المنافسة على السيمينارات وكثير من الإنجازات والفعاليات، دائما متواجدين بأغلب النشاطات الجامعية. طبعا زميلنا عويد اليوم راح يحكي لنا عن المرحلة الثالثة وتجاربه بها، بيحكي عن اكو محاضرة عن المرحلة الثانية، والجمعة إن شاء الله عن المرحلة الرابعة وبعدها عن المرحلة الخامسة، فبلغوا جماعتكم. طبعا قبل ما نبدأ غير آخر نص دقيقة من وقتكم، نقرأ بها الفاتحة على روح زميلنا علي رافع الحمداوي اللي توفقكم اليوم. الفاتحة إن شاء الله. طبعا إذا عندكم أي سؤال استفسار بخصوص الشرح اللي راح يلقنه زميلنا عبيدة ممكن تكتبون بالتعليقات بالكات مال النت إن شاء الله راح يجاوبكم عليها. تفضل إن شاء الله عبيدة نبدأ. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أشوفكم طلاب إن شاء الله خير. أنا عبيدة السام طالب طب أسنان جامعة الموصل مرحلة رابعة. أحضر أشكر الشباب يعني أيوب وحكام الشباب الباقية وهاي المبادرة الحلوة. المرحلة الثالثة ايش راح نناقش بهذا البرزنتيشن؟ راح نناقش الشغلات يعني الأولوية مال كل محاضرة مال كل مادة عشان هي ومدى أهمية هاي المادة بالنسبة لك سواء من ناحية الدرجات أو من ناحية المستقبل كعمل. اثنين اشني هي المحاضرات اشني هي المواد الدكاترة اللي درسوكم بهاي المواد، وهوني أخص بيها جامعة الموصل لأن جامعة يعني اللي عدد درس بيها. أنا أذكر لكم مثلا فلان دكتور هذا بس يخص جامعة الموصل، اللي مشاركين من جامعة الحدباء وجامعة النور يعني أنتم دكاترتكم فقط. والطريقة الدراسة مع كل مادة عشان تجي أسئلتها عشان مادتها، وإن شاء الله نحاول نختصر لكم. هسه راح أعرض لكم جدول على المواد مع طب الأسنان. هذا بينو أنتم بالمرحلة الثالثة بطب الأسنان تأخذون ثمن مواد، بغير كليات مثل الجامعة المستنصرية جامعة بغداد يأخذون مادة إضافية اللي هي مادتين إضافيتين اللي هي الأشعة والدينتال كوميونيتي. هذول المادتين ياخذون بالثالث ويصعدون معاهم بالرابع، نحن لا ناخذهم بالرابع. اول شيء عندنا سبجكت اللي هي اورال سيرجري جنرال سيرجري وميديسن انجلش هي ضفتونه يعني معكم تاخذون ماده بس مجرد ماده. البوينت هذه كميه الماده يعني عشان نحن كل مرحله تعرفون عليها وحدات، المرحلة الأولى عليها 50، المرحلة الثانية عليها 10، المرحلة الثالثة عليها 15. فهاي الوحدات اكو عملية حسابية يعني كل ما زادت الوحدات مالتها زادت الأهمية. يعني عندك الأوبراتيف عليها 10 وحدات، هاي مادة يعني كلش عليها ثقل، لازم تفهمها، لازم تعرف ايش هي. البروسيدنتيك 6، باقي المواد تقريبا المايكروبيولوجي 6، الفارما 6، الجنرال باثولوجي 6. عندك الاورال سيرجري، مع انه الصراحه الاورال سيرجري يعني ماده كلش طيبه وكلش مهمه، يعني ما راح تصعد للرابع راح تحتاج كثير شغلات بالاورال سيرجري اخذتها بالثالث، بس ما اعرف عليها 3 وحدات يعني نظام كليه ما نحن نحدده. جنرال سيرجري ماده ثانويه خلينا نقول، والميديسن ماده ثانويه بحته. الامبورتنس هاي تقييم الماده من 10، يعني هون تقييم الماده الامبورتنس اهميه الماده بالنسبه لك كعمل ما كدراسة انه تاخذ الدرجة وتفول تاخذ فول مارك بالامتحان، لا هوني كعمل في شغل عشان تفيدك مستقبلا. اهم شيء الاوبراتيف اللي ما تشتغل بلاياها، بعد البروس بحكم انه البروس يعني ما راح تصعد على العيادة اغلب شغلك انه بس تاخذ الطبعة. مايكروبيولوجي ما تحتاجها الا اذا درست يعني دخلت
اختصاص ماجستير ما بالامراض وبعدها راح تاخذ مايكروبيولوجي. فما هذا الفارما تفيدك في كتابه الراشيتا ما كتابه الراشيتا هاي السوالف. جنرال باثولوجي هم ما في ليش تحتاجها يعني راح تاخذ اورال باثولوجي هذا السبيشاليتي مالتك انت كطبيب اسنان. اورال سيرجري كلش مهمه يعني كلش مهمه مستقبلا يعني بالشغل بالهذا كله يعتمد عليها شغلك انت. الجنرال سيرجري ما كلش ماده معلومات كلش عامه. المديسن بس اكو كم محاضره منهم راح تستفاد الباقي ما راح تحتاجه. صعوبه المواد الديفيكولتي هم قيمتوها من 10 طبعا التقييم بالنسبه لي يعني خوش اكو من يقيم لك الماده غير شيء بس انا حسب نظري يعني وحسب ما رشحت الدكاتره او هي الماده اشوني الديفيكولتي الاوبراتيف دينتستري اعطيتوها 7 لان لازم تنطيها اهتمام كطالب هذا لازم تنطيها اهتمام هوني الديفيكولتي اقصد فيها الدرجه عشان تمتحن بيها. البروسيس دينتيك 5 كلش ماده سهله وسلسي يعني مختبراتك كلش تونس. المايكروبيولوجي 9 لا محاضرات نظري لا مختبرات عملي. الفارماكولوجي 10 ماده صعبه يعني شويه جافه بس لازم تحتاجها يعني لازم تركز عليها انت تحتاجها هذه. الجنرال باثولوجي ايضا صعب ماده صعبه بس تعبوا مصطلحاته شويه غريبه هذا عنا تتعلمون عن مصطلحات ما انت تاخذوها تمشي معكم. الأورال سيرجري مادة سهلي ما بيها أي صعوبة. الجنرال سيرجري أيضا مادة سهلي بس يعني شو الدكاترة يعني شلون نظام معهم شوية. والميديسن هم مادة كلش سهلة يعني هي تقريبا محاضرات 12 محاضرة بينما الأوبراتيف بس دورة واللي ممكن تاخذ 25 محاضرة. فما أريد أخوفكم خليني أبدي إن شاء الله راح أبدي أشرح مادة مادة شلوني كم محاضرة بيها فصل الأول فصل الثاني وشلون شو اسمه عشان تدرسها والدكاترة اللي يدرسوكم. أول شيء نبدأ بالأوبراتيف دينتستري لأن هي أهم مادة عندك. أوبراتيف دينتستري أكو عدة دكاترة راح يدرسوكم وهاي المادة تعتمد اعتماد كلي على العملي. خوش اعتماده كله على العملي. عرفت تشتغل بالمختبر طلعت السن أنت ما شرط تطلع السن يعني أو تطلعون السن من أول مرة ما شرط إنه السن يطلع من أول مرة مضبوط لا لا خلوا بالسن دمروا أول مرة. ما مشكلة بدله واشتغل بالبيت اشتغل لك شو اسمه دينشر يعني هذا الفك وتورباين وهاي السوالف واشتغل بالبيت حاول تشتغل ما عندك إمكانية ما عندك شيء أبسط شيء اقعد ارسم ورقة وقلم وبيدك وارسم مشي على الورقة الحواف ماسن إلى أن تضبطها بيدك أنت راح تشعر نفسك بالتورباين ضبطها عادي. نحن أبكم من عندنا طلاب يعني الأسنان يعني قامت تطلع دخان وشيء عادي وعبه وهذا يعني ماكو شيء يخلى من الخطأ. وطبعاً راح تاخذون بالبداية مختبرات العملي راح ينطوكم على القطعة البيضاء يوصلوكم عليها بلاستيك تحفون عليها هذه أشقد الطيقون خربوا بيها أشقد الطيقون أشقوا بيها إلى أن توصلون الشكل مضبوط يعني شلت من أول مرة عادي ما مشكلة حاول مرة ومرتين ثلاثة وما مشكلة يعني دمر بهذه لا تدمر بالسن. نبدا اول شيء بالفصل الاول ايش راح تاخذون بالماده. اول شيء انترودكشن يعني كل المواد هسه راح نمشي عليها انترودكشن تعريفي عن الماده ايش هي الاوبراتيف ايش شلون بدت اشنو منو مكتشفه اللي هو جي في بلاك هذا راح يمر عليكم اسم كثير. الانسترومنت المحاضره الثانيه هذه محاضره راح تنطيكم الادوات ايش اللي تشتغلوها طبعا راح نعطيكم ادوات مانيوال يعني قبل ايش كانوا يشتغلون بها رجع عندكم الروتري هذه ما كلش محاضره مهمه يعني بس رؤوس النقاط منها كلش مهم يعني ما هذا بس رؤوس النقاط كل تفيدك من تفيدكم منها. بعدها تبدون هون يبدي الشغل هون يبدي الشغل الكلاس 1 و2 وال5 واكو كلاس نسمينه اللي هو كومبلكس امالجام ريستوريشن هذا انه مثلا يعني اكثر من قصب بالسن متدمر عندي فاعالجهم بالامالجام عن طريق الحشو ذا الامالجام هوني استخدم بن واستخدم هاي السوالف. بعدين تاخذون محاضره شرح عن الامالجام هو الامالجام اشنو هو شلون بدا شلون تخلطوه شلون تعملوا بولشينج شلون تعملوا فينيشينج هذه المحاضره هسه اشرح لكم عليها بس اخلص شو اسمه. وعندكم البيس اند لاينر هذه محاضره وحده راح يجيكم عليها دكتور عامر اسمه طيب. نحن بوقت جلسه محاضره وحده كلش خفيفه نظيفه لطيفه تنقضي بساعة وتتونسون بها. الانترودكشن والانسترومنت والكلاس 1 و 2 وال 5 والكومبلكس هذول دكتور عمر رحاوي هذا الحكي اللي قاعد احكي له بالنسبه لجامعه الموصل دكتور عمر رحاوي هذول الاربع محاضرات والاوبرتيف بشكل عمومي.
الدكتور راح يجي يشرح المادة النظري تفتهم علينا فول، ودكتور عمر راح حاول ما شاء الله علينا يعني ما يعوف شغلة يفهمك إياها تفوت بدماغك. بس إيشنو أنت المحاضرة من ترجعون تقرأها أنتم المحاضرة بس مستخزن مجرد استنساخ كوبي بيست من المصدر راح تقرأها ما تفتهمون. فالهون إيش تعملونه؟ طبعاً هاي هون شغلة يعني للبنات خاصة يعني البنات سريعات بالكتابة ما مثل الشباب، الشباب شوية بطيئين، إنه تكتبون مع الدكتور أو تحاولون تسجلون الصوت مالته مع دكتور عمر الرحاوي وهو يقبل يسمح عادي، تكتبوا له الملاحظات اللي أشرتكم عليها الشغلات وهي هذه اللي تجي. يعني راح ترجع تقرأ أنت الملزمة مثلاً كلاس 1 يشرح لك أوتلاين، يشرح لك ريزيستن، يشرح لك ريتينشن. دكتور عمر الرحاوي مختصر لك هي بصفحتين وثلاثة، هو بالملزمة شرحها بأربع خمسة سطور، كل شيء ما تفهم عليها، كل شيء ما تفهم بالملزمة. إيه فالأفضل إنه تلخصوه على دفتر وتتناقلون بيناتكم. وأكو دفتر أيضاً مال أسئلة موجود، راح أعطيكم الرابط تنزلونه منه. دفتر مال الأسئلة مال هذيك السنة، دفتر يمكن أيضاً بينه مواد يعني من عدد الأوبراتيف. محاضرة الأملغام هذه دكتور أشرف راح يشرح لكم عليها. دكتور أشرف هم كل الشرح حلو، كلش محاضرته طيبين، بس الأملغام هم راح تغشعون بيها شرح كثير، كل الشرح كثير ما راح تحتاجون. يعني ايش تعمل بولشينج، ايش تعمل فينيشينج، ايش تعمل كوندنسيشن، هاي شغلات انت بالعملي تحتاجها عشان تشتغلها بالعملي، فما راح تحتاجها بالنظري. فلا تدوخون راسكم بيها الشغلات. اكو موضوع الباند ماتريكس باند اللي هو الباند اللي يخلينا نشتغل كلاس 2، الويج، الامالغام هو الفيزات جاما فيز 1 جاما فيز 2، هاي الفيزات تعرفون انت مختمها بالدينتال ماتيريال بالثاني. هذه المواضيع كلش مهمة راح أركز عليها دكتور أشرف. الفصل الثاني، الفصل الثاني راح تأخذون الكومبوزيت. الكومبوزيت أتوقع يمكن دكتورة منار راح تشرح لكم، هو عبارة عن ست محاضرات من ضمنها كلاس 3 وكلاس 4. تعرفون ليش كلاس 3 وكلاس 4 شرحناها مع الكومبوزيت؟ لأن هما بالإنتيريور تيب. الإنتيريور تيب هسه ماكو حد يخلي أمل قم أو ميتال ريستوريشن أون إنتيريور تيب، طبعا كل الدور إستيتيك. يجي هسه المريض اصلا يجي يفوت على العياده يقول لك للدكتور يقول له اغيد من هذه، هو اصلا مختار اللون ومختار التصميم ومختار كل شيء. فالكومبوزيت هي عباره عن ست محاضرات من ضمنها محاضرتين للكلاس 3 وكلاس 4. هذه الكومبوزيت تركزون عليها، تركزون عليها، همين الشرح بيها كثير ما تحتاجونه كله. بس انتم الصراحه من عبرتم الفصل الاول، الفصل الثاني راح تعرفون شلون تدرسوها للكومبوزيت. ولو يعني نحن كنا كلش ضغط تعرفون فترة المظاهرات وهاي السوالف، نحن صارت كورونا فشوية تخربطنا، مع ذلك عرفنا شلون ندرسها. فأنتم إن شاء الله هالسنة يعني ولو كورونا دوامكم بس هي محاضرات نظري راح تأخذوها، وإن شاء الله يرجع الدوام وتداومون طبيعي. بعدين عندك عندكم تأخذون محاضرة الكراون أند بريدج، هذه أربع محاضرات، يمكن محاضرتين الدكتورة جمانة ومحاضرتين الدكتورة عمر. عمر الرحاوي يشرح لكم على الكراون اند بريدج، البريبريشن مالته، التايب، محاضرات كلش بسيطه كلش سهله يعني. واصلا تاخذوها تتعمقون بها بالرابع والخامس، يعني بالرابع والخامس ايه تتعمقون بها، ما يعني ما كلش راح تدخلوها بالثالث. اخر موضوع تاخذونه بالاوبراتيف اللي هو البارشيال فينير، هذه مجرد محاضره وحده كلش طيبه يعني سهله خفيفه، اهم ما تتطرقوا له يعني تاخذوها ان جنرال. يعني partial veneer بينو preparation خاص، بينو indication خاص، وشوية شغلته طويلة فما ينطقموه كامل، تأخذونها من بالرابع. نجي هسه خلصت مادة الأوبراتيف كنظري. كدراسة مادة الأوبراتيف تعتمد على الفهم، مثل ما قلت لكم سجلت من المحاضرة من يوم دكتور عمر الرحاوي رجعت افتهمتها، هذا هو المحاضرة فهمت. دكتور عمر الرحاوي ودكتور أشرف يركزون بالأسئلة على الشغلات البارزة والشغلات اللي يعني اللي يقوله اثناء كلامه. خوش اكو راح تاخذون مصطلح اسمه البوت جوينت او الكيبو سيرفيس مارجن، هاي ركز عليها وتجي ام سي كيو باكثر من يعني اكثر من كويز نحن جتنا يعني. اي وعندهم طبيعه انه يكوزون، فحافظونا فيزكم يعني على غفلي محاضر محاضرتين تتكوزون اي ما في حد يعرف، حافظونا فيزكم هاي بالنظري. بعد دكتور منار ودكتور جمان الصراحة ما التقيت بهم، يعني مجرد كانت محاضرات على الإلكتروني بس، يعني دكاترة حبابين ويتجاوبون معاكم، يعني أي شغلة تحتاجوها تسألوهم عليها يجاوبوكم. شغلة العملي طبعا الأوبراتيف يمكن هالسنة كم أيو كم مختبر راح تاخذون؟
مختبر واحد بالاسبوع ساعتين. مختبر واحد بالاسبوع. احنا كنا شلون يعني نص الوقت معكم واحد. نحن كنا مختبرين، يعني كانت الاوبراتيف مختبرين عملي ومحاضرتين نظري. انتم اذا اخذتم شو اسمه مختبر واحد بالاسبوع شويه يعني راح يضيق بكم الوقت، بس تلحقون تشتغلون، يعني تلحقون تكملون ماده. المهم تركيزكم، عشان هو الدكتور راح يشرح المحاضره بالنظري يكملها، انتجون على العملي تشتغلون. كي شرح لكم النظري يبدي يطبق العملي. اثناء العملي الدكتور من اي يشرح سجلوا معانا الملاحظات وركزوا معانا كلش، يعني سواء جامعة النور، جامعة أي جامعة. المهم الدكتور أثناء العملي راح يشرح لكم، لازم يشرح لكم مقدمة بسيطة، ينطيكم القياسات، شلون تعملون التصميم، الدوفتيل، المارجينال ريج إيش قد أبعد عنه، التوث وش توث أشتغل علينا، الزاوية القعدي وسبق عندها كلها راح يتابعكم عليها. ملاحظة أخيرة، بما أنه أنا يعني أيسر أعسر أشتغل بيد اليسار، جماعة الإيد اليسار رجاء يعني أنتم قلوا للدكتور، قلوا نحن يساوين حتى قعدتكم من مكان زاوية تشتغلون، حاولوا تشتغلون بيد اليمين، يعني عود نفسك لو هسه منها ساعة يعني تمسك فرشة الأسنان من تفرج فرج بيد اليمين. حاول تعاون لنفسك من تيجي تشتغل على التورباين، خاصة إن قاعد تشتغلون على القطع البيضاء، بدي يشتغل بالش اسمه بإيد اليمين، لأن الصراحة بالعيادات راح كلش تواجه مشاكل، يعني ماكو شير الكوسي مالت يسار وكلها يمين، وراح تتبهدل باقي الشغلات. وهسه راح انتقل على المادة الأخرى، إذا عندكم سؤال أو شيء تفضل اسألونه عادي ما عندي إشكال. تقول؟ والله أنا نفسي عندي سؤال، أنا يسراوي فأريد أسألك لك أنت. إيه مشكلة عندك؟ أنا اشتغلت بيد اليسار الصراحة، خوش؟ ماكو اي مشكله، كلش عادي تشتغل، بس المشكله ايمتى تواجهك؟ تواجهك بالعيادات بالرابع، تفهم علي شلون؟ بالرابع تكرمون اكل مكان، اللي يعني المره مثلا تقول له فل الامالجام او شيء، او هذا تمضمض ونزل وهذا وصل تمك، هاي انت لازم تقعدي هون بهالجهه هذه، خوش؟ وكتشير الاخ يمك هم نفس الحاله، يعني انت راح تقعد بنص شيرات كل شويه مريض يندغ عليك. فشوية زحمة هذه الشغلة، يعني راح تواجه فيها صعوبة. فإذا عودت نفسك ولو أنه بس التورباين، يعني بس التورباين من تمسكها مسكتها وتحفظ السن، تشتغل preparation، تشتغله بالإيد اليمين عادي، بعدين تشتغل بيد اليسار الكاربينج الكوندنسيشن هذه كلش ما عادي، هاي تمشي. بس أهم شيء preparation، من تشتغل بيد اليمين حاول ما طقت هذا وبقى، يعني مفتح هذا يفتح الكوسي شرع اليسار. بعد أحد عنده سؤال؟ نبدأ بالمادة الثانية حتى نأخذ نلحق الوقت. طبعاً هاي المادة لحظة، حسن دكتور فايز موجود معنا؟ كان موجود بس هذا شكله. شان؟ كان موجود بس هذا شكله. حسن فايز موجود؟ يعني نحكي براحتنا اليوم، والدته راح تدرسكم هاي المادة، المسؤولة مال هاي المادة. حسن يعني أخاف تسمع حكي، أخاف تسمع شيء، يعني هذا رأي شخصي فقط، أنت إنجاز. لا والله مال البروس الصراحة، دكاترة البروس يعني على الرغم أنه يعني نحن الثاني وثالث أخذناه ومسب الرابع، أروع قسم هو البروس، أروع دكاترة هم البروس. يعني دكتورة ريم، دكتورة مروة، دكتورة أسماء، دكتورة رنا هسه راح تاخذكم هالسنة، يعني كلش راح تحبوا المادة. دكتورة نغم، دكتور عبد الله، دكتور عبد الله، يا عبد الله اللي اخذتم دي ام ايه. لا انت شوي دكتور عبد الله شوي طبعه صعب، يعني هذا شوي عصبي ما ايه صحيح. اما لا باقي الدكاتره لا صراحه، وخاصه الدكاتره اللي راح يصير تعاملكم معاهم هالسنه، دكتوره رنا، دكتوره اسماء، دكتوره نغم، هذول كلش دكاتره يعني يفهموك الماده ويحببوك بيها، وهي الماده حلوه. اول شيء نبدي بالفصل الاول، راح نبدي هم انترودكشن، اي اول محاضره شنو هو انت راح تاخذون. انتم بالثاني اخذتم الكومبليت دينشر، بالثالث تاخذون البارشال دينشر اللي هو انه شخص مفقود جزء من اسنانه
والجزء الباقي موجود فأحاول أعوضه وأعمل له تعويضات. إيه تأخذون مقدمة إيش هو ريموفال بارشيال دينشر، تعاريف إيش يعمل إيش هذا، هاي السوالف. بعدين تبدون محاضرة الكلاسيفيكيشن اللي هي تصنيف، التصنيف البارشيال دينشر. البارشيال دينشر بينه أربع تصانيف، فري إند وباوندد ويونيلاترال بايلاترال هالشكل. من تأخذوها راح تشعروا محاضرة كلش بسيطة وسهلة. محاضرة الريست أند ريست سيت هذه شغلة تعملوها بالبارشيال دينشر، نسميها خلنا نقولها بالعربي قاعدة، عشان تقعد فوق السن حتى يثبت السن ما يتحرك، العفو الطقم الجزئي ما يتحرك يثبت. هاي التحضير مالته وشغل عملي يعني أغلبه بالنظري ما راح تأخذوها هالشكل. السيرفينج أند تايبودين هذه أيضا تتبع للعملي ما كلش يعني، بس هو مجرد ملزم وموجود عندكم راح تقرأها ما تغشحون بيها ذاك الصعوبة. ودايركت تريكينر هذه المحاضرة هم محاضرتين راح تشرح الكمية دكتورة نغم. خوش هذول المحاضرتين تحاولون تفهموهم وتحفظون مثل اسمكم، لأن كل المسيرة مالتكم راح تعتمد عليهم. الدايركت تريكينر اللي هي الكلاس بات سي كلاس رينج كلاس باك اكشن، كل واحد بيش يستخدم، وراح تصلون مرحله الار بي اي كلاس. هذا شويه راح يصير عندكم خربطه بينه. حاولوا تسالون دكتوره نغم اي سؤال عندكم. يعني احنا بوقت دكتوره نغم عملت تتعمل لنا امتحان بالماده بالبروس، يعني خافت علينا من هاي المحاضرات. تصوروا ايش المحاضرات، ايش المحاضرتين. انا ما اريد اخوفكم منها، بس ينغاد له فهم، ينغاد له جهد. المحاضرات السيرفينج والريست والكلاسيفيكيشن دكتوره نغم راح تشرح الكميه. محاضرات كلش سلسة بسيطة يعني ما يغلى شيء. قلت لكم الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن تركزون علينا، لأن بالامتحان هو الكلاسيفيكيشن إيش إنه تصنيف. يجيك حالة مرضية يقول لك هذا يا نوع من البارشيال دينشر أخليه له، إيش؟ فأنتم بالامتحان تركزون على هاي الشغلة، يعني حتى العفو تركزون على الكلاسيفيكيشن حتى بالامتحان أنتم ضيبطيها. يجيكم يعني وما يجيكم رسم، يجيك patient come to dental clinic with missing teeth 5 and 4. What's the kinetic classification for removal partial denture? And what's the type of clasp you use? يعني أنواع الكلاسبات وشنو الكلاسيفيكيشن اللي أنطينه هو. فهالشكل يجيكم السؤال عليها. Rest seat with surveying with tribodine هذول يجيكم إيش اسمه كله MCQات. حقا فالشغلة نسيت أقل كمية جماعة ال اوبراتيف اغلب اسئلتهم فهميه يعني على شو اسمه ام سي كيو فراغات. يعني نحن بنص السنه تقريبا 11 محاضره امتحاننا محاضراتهم كلش سهله كل اي فشو اسمه يعني الكونزرفاتيف لا تشيلون هم من ناحيه الاسئله. الدكاتره هم مستهلين. البروس هم ايضا اسئلتهم سهله. راح تجون الماده الميجر كون ميجر اند ماينر كونكتر هذه راح يختم بيها دكتور اسمه عمر زينو، عمر زينو التحفه. الصراحه الدكتور يعني ما يعني الصراحه انا عن نفسي ما عارف يوصل لنا الماده، هل هو الخلل بينه ام هو المحاضرات مالته راح تخش عوض طويلي تقرا بيها وما تخلص، تقرا بيها وما تخلص ويعني تضوجك شويه. بس انتم عليكم برؤوس النقاط مالته. الميجر والماينر كونكتر تاخذون كل نوع، وش كل نوع هو اكو بالماكسيلاري يتخلى واكو بالماندبلر، كل نوع وانديكيشن او اثنين علينا وبس، ما تاخذون اكثر. يعني هو حتى يسهل عليكم الدراسه مالته. واهم ميزه بينه ما تدوخون نفسكم، لان اصلا يعني هذه الشغلات مال البروس انت بالعياده كلها ما راح تشتغلوها، ما راح تفتحون اصلا. مجرد تاخذ الطبعه وتبعثها للمختبر تنطينه انستركشن فلان توث فلان تيث عنده نقص اريد ريموفال بارشال دينشر مع فلان ميجر كونكتر الكلاس باد. بعد ما ياخذ لك الطبعه انت تشيكها. يعني انت بس تحتاجون رؤوس نقاط من الماده بس تفهمها، ما يحتاج الحفظ. بس هي المحاضرات الميجر والماينر كونكتر كلش طويل كلش طويل. الفصل الثاني راح نبدي بالاندايركت تريكينر. هذا يستخدم بكلاس 1 و 2 من classification of removal partial denture. الindirect retainer محاضرة واحدة همين الدكتورة أسماء كلش حلوي، معاها محاضرة الموفمنت يعني الدينشر عشان يتحرك أثناء الماستيكيشن أثناء الريست
تعرف هذا تعرفون هذا ما ثابت يعني هو صحيح ثابت بكلاس باد بس إلا ما تتحرك إلا ما تنعوج إلا ماشي فهاي الحركات تندرس حتى لا تعملي هارمفول للبيشنت بعدين ديزاين اند دينتشر بيس الديزاين والدينتشر بيس هذا ايش ترسم الديزاين هذه اهم محاضره عندكم نحن صراحه اخذناها بالالكتروني ولحد الان شبه ما فيها شبه ما فيها بس هي انه ايش انت بعد ما جمعت هاي المعلومات كلها دايركت تينر والاندايركت تينر والريست ايش تعملها وين صب تخليه الميجر كونكتر ايش هو والماينر كونكتر راح تجي يجيك كاست بينو فلانس ان فلانس مقلوع تعمل له ريموفال بارشل دينتشر هو هذا الديزاين انك ترسم على الكاست التصميم مالتك التصميم اللي ترشعه احسن يرهم لهذا المريض اي امبريشن اند اكريليك دينتشر بيس هاي راح اشرح لكم اياها دكتور عمر زينو هذه نفس مع الثاني الاكريليك دينتشر بيس ايش هو وايش نعمل وهذا والامبريشن ماتيريال عشان تاخذون امبريشن وايش الامبريشن هاي اخذتها كلها بالثاني ما يحتاج تطبق لها اي البروس ايضا ماده يتركز شغله على العملي يعني البروس محاضرة نظري كنا محاضرة نظري مختبرين عملي انت ممكن اتوقعها من مختبر عملي واحد فتركزون على العملي مالته وحاولوا تصبون من الكاستات الكاستات هاي البيضة اللي بيها اسنان كل واحد خليه يصب له اثنين ثاثي اثنين ابر اثنين ابر اثنين لور يعني راح تحتاجوهم راح كل مرة راح تدخلوا مختبر يقول لكم ارسمونا يقول اقلع فلان سن اشتغل على فلان شيء اعمل لي ريست اعمل لي دايركت ريتينر فانت بتحتاجون كاستات علاش تنخبصوا من هسه ايه تاخذون من المواردات من المساعده تريدون يعني والشباب تطيقون يعني تهربوا على البيت يعني هاي السالفه بيني وبينكم اقطع يبقى ايوب من التسجيل ايه واشتغل لكم جص وصبوا بالبيت وجيبوها كلش تمشي يعني واشتغلوا عليها يعني راح تحتاجون كلش يعني تقريبا هذيك السنه يمكن 8 كاستات خلصتوا اشتغل يعني وما داومنا ان احنا 5-6 مختبرات هالشيء كالشيء اكو سؤالي هوني لو انقل على المادة اللي بعدها الو ايوب والله هي يبدو ماكو سؤال خش هذا يلا نقل بسم الله مايكرو بيولوجي هوني انتم جيتم على قفل الثالث المايكرو والفارما هذولي الصراحة يعني هو الشغلة لازم تنقال يعني بس تقولني يخوفنا أو شيء هي شغلة بس لازم شغلة تنقال هذولي مادتين جافتين إلى أبعد مدى يعني الفارما شوية بيها مجال بس المايكرو أبد يعني كلش جافة راح تعانون منه بس راح إن شاء الله النصائح اللي نعطي كمية تعبون إن شاء الله المايكروبيولوجي أما الفصل أول فصل الثاني الفصل الأول راح تأخذون البكتيريا والستركتشر الدكاترة اللي راح يشرح لكم بالمادة دكتورة إيمان دكتورة سهاد ودكتورة غادة ودكتورة إيناس دكتورة إيمان راح تنطيكم المحاضرة الأولى اللي هي البكتيريا ستراكتشر محاضرة تقديمية عن البكتيريا خلينا نقول إنترودكشن عن البكتيريا وشوني المحاضرة الثانية دكتورة سهاد محاضرة كلش بسيطة وهي دكتورة سهاد يعني كلش تعاملها حلو كلش حلو وتوصل المادة وأي سؤال عندكم راح أسألوها بكتيريا فيسيولوجي أيضا محاضرة سهلة وبسيطة المحاضرة الثالثة الجينيتيك هي عبارة نحن كان أخذناها محاضرتين يعني أحد واثنين أنت ما توقع همين راح تقسمها هاي تشرح الكيمياء دكتورة غادة دكتورة غادة من طبعة أشنو أنه ترجعون على المصدر يعني خلال المحاضرة راح تقلكم أفلام موضوع ترجعوا لي بينه على المصدر وهذا الموضوع راح يجي بالامتحان يعني نحن هذيك السنة موضوع البلازموديوم غادة الامبورتنس مالته الفوائد ثلاث فوائد قال ترجعون على المصدر تشيكوها وتجيبوا لي وفعلا بامتحان نص السنه اول سؤال جانا من محاضره الجينيتيك هو البلازموديوم اشني فوائدته اشني فائدته مني هو فائدته انه ينقل الجينات وهاي السوالف انتم تطلعوها بالمصدر طالب واحد بس من المرحله يطلعها ويبعثها للبقيه كلش كافي يعني هي ما تدور جواب مختلف لا جواب واحد هاي الجينيتيك ومحاضرتها حاولوا تسجلوها لان هي راح تعطيكم المحاضره كلش مختصره بس هي اثناء الشرح مالتها تحكي شغلات مهمه لازم تركزون عليها نرجع بعدها على الانتي مايكروبيال دراج هذه محاضره راح تشرحها كمية دكتوره ايناس الادويه المضاده للبكتيريا مضاده للفنجاي راح تاخذوها اصلا بشكل موسع بالفارما
ما يحتاج احكيكم عليها، بس هي راح تنطيك مية طويلي، حاولوا تختصروها منها. دكتورة اشنو مهم اشنو هاي دكتورة، ايناس كلش قلبة طيب يعني، وتأشر تختصر المادة. راح نبدي بعدين عندك عندكم محاضرة Diagnosis Microbiology، هذه عشان تبحث عن الميكروبيولوجي. محاضرة الدكتور سهاد ما كلش مهمة هاي المحاضرة يعني، أنا بنظري أغشعة ما هذيك إيش اسمه ذات الأهمية عن المحاضرات اللي راح تجي بعدها. حاولوا يعني حاولوا تلخصوها، حاولوا تغشعون إيشوني طريقة يعني، هي ما محاضرة سهلة. نبدي هسه هوني راح نبدي إيش راح تأخذون أنتم بعد ما أعطوكم هاي المقدمات كلتان، يبدون ينطوكم البكتيريا وش نوع نوع. أول نوعين تأخذوهم واللي هم أهم نوعين وراح يظلون معاكم إلى أن تعتزلون الدنيا كلها أو تعديمها، إلى أن تخلص طب الأسنان، تخلص كل شيء، تخلص أبد تفتح عيادة تشتغل مرضى، يظل عندك نوعين من البكتيريا ستافيلوكوكس وستريبتوكوكس. هذول يظل تسمع بهم من طبيب عام، من أخصائي أمراض، من أبو جلدية، من أبو كل شيء، من طبيب أسنان، أو هذول يعني بهم أهميات. هذول المحاضرات هسه اخلصهم ان شاء الله وانطيكم طريق عشان تدرسوهم، يعني كل شيء خربطون. بعدين تاخذون موضوع الكلوستريديوم اند باسيلس، هاي الدكتوره ايناس تشرح الكميه، ولاكتوباسيلس اند سبايروكيت، هاي الدكتوره سهاد راح تشرح الكميه. وعندكم موضوع النايسيريا اند اكتينومايسيس، والاكتينومايسيس تركزون عليها لان شغله بالاسنان كلش مهم. النايسيريا هي مجرد التهاب السحايا وهذا بس ما كلش اي. وبعدين تاخذون محاضرة أخيرة هي الفانجاي، الفطريات، أشني هي الفطريات الموجودة بالفم توقع راح قبل الفصل الثاني. هذول المحاضرات اللي هي قلنا لكم بكتيريا راح تبدون بهم، هذول إيش تعملون؟ الدكاترة يركزون على شغلات. أول شيء الفحوصات اللي تعملها خش حتى تكشف هاي البكتيريا، يعني هاي البكتيريا أهم شغلة أيروبيك أن أيروبيك هوائية أو لا هوائية، جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. هاي راح تاخذوها تعرفون ايش هي الجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، واتوقعكم ممكن يعرفها خوش. هاي تركزون عليها، كاتاليز تيست والاكسيديشن تيست، هذول اربع ايش اسمه كل بكتيريا تكتب اسمها تكتب جواتها، هذول الاربع اختبارات خوش حتى تفرقها عن البقيه، لان ماكو وحده تشبه اللخ، اذا تشبه بشغله تختلف عن اللخ. ترجعون اكو مواضيع الفيرونس فاكتور، عوامل الضراوه مال هاي البكتيريا خوش، يعني اشنو اللي قويه لهاي البكتيريا، فكل بكتيريا لها خاصيه، حاولوا تكتبون اهم شيء من هاي الخاصيه تكتبونه بهاي البكتيريا، تعملوه بشكل جداول. يعني ستافيلوكوكس على صفحه مثلا هي جرام بوزيتيف، كاتاليز تيست نيجاتيف، شو اسمه اوكسيديشن تيست بوزيتيف، ايروبيك ان ايروبيك ايروبيك، خلينا نقول هالشكل، خليته بجدول، تخلي ستريبتوكوكس يمه هالشكل. فيرونس فاكتور تفرق بيناتهم، هذه فلان شي عنده، هاي عنده بيلاي، هاي عنده فلاجيلا، هاي عنده سيل وول، هاي ما عنده سيل وول هالشكل اي. وايش يسبب امراض عشان يعني ايش من الامراض اللي تسببها التهابات بالجلديه، اغلب ممكن يو تي اي ار تي اي يوناري تراك انفكشن ريسبيراتوري تراك انفكشن، اغلب المواد. بس انتم تركزون على يعني شغله مثلا بالستريبتوكوكس ما موجوده بالستافيلوكوكس، شغله موجود بالكلوستريديوم ما موجود بالسبايروكيت، فهاي الشغلات يعني حاولوا تركزون عليها وتعملوها بشكل جدول مخططات كلش تصير بسيطه عليكم. بعد ايش فيها هذه، ها اكو مواضيع راح تاخذوها شكله تحت شكله من نعمل لك كلتشر ميديا اللي هي عمليه الزرع، اكو من اكتينومايسيس تصير بشكل يمكن مولر توث، واكو انواع تصير بشكل نجمي، فاكو يعني هاي راح انطيكم اياها، فانتم اشنو هاي مثل خلوها ملاحظه مثلا الاكتينومايسيس مولر تور، فانت من تيجي ببالك الاكتينومايسيس يجي ببالك المولر تور تتذكر البقيه، تتذكرون المواضيع البقيه اللي يمها. هذه يخص هذه المحاضرات. السكند سمستر اللي هو الفصل الثاني راح تبدون بالاورال مايكروبيولوجي، هذه اربع محاضرات تشرح الكميه دكتوره غاده، محاضرات كلش بسيطه كلش سهله ما يغاد لشيء، وتتدخل بشغلكم يعني كتفيدكم بالرابع والخامس. مايكوبلازم اند كلاميديا والبلاك بيجمنت بكتيريا، هذول محاضرتين دكتوره سهاد تشرح الكميه ما كلش يعني نتطرق لهم احنا بالاسنان يعني شويه ابعاد عنا، بس اتوقع البلاك بيجمنت يدخلون بالمرض البريفيكال العفو بريدنتال ديزيز،
فممكن تاخذون ملاحظات عليها، بس مجرد ملاحظات. اخر محاضرات تاخذوها اللي يشرح الكيمياء دكتور محمود، اللي هي الفيروسات. 6 محاضرات عن الفيروسات، كلش محاضرات حلوه، كلش محاضرات بسيطه، يعطيك الفيروس ايش يسبب امراض، ايش نتعالجه، هذا بس. انت كل فيروس عليك تحفظه، اسمه، مختصره، ايش يسبب امراض، ايش، وكل فيروس طبعا راح يكون له شكل، كل فيروس مرضه شكل، فما تخربط. يعني مثلا ما مثل البكتيريا كلهم يسببون يوناري تراك انفكشن، تعال بقى تحفظ غير شغله معاه. اما هون مثلا فيروس يسبب ال HIV مثلا، يسبب ال human immune deficiency disease او ال HBS hepatitis B وهكذا. بالنسبه للعملي مال هذه راح تاخذون عده مختبرات، مختبر تزرعون كلتشر، مختبر التعقيم sterilization. ماده العملي مالته ما تفرق عن اي ماده عملي اخذتها بالثاني، مثل الفسلجه، مثل الهيستولوجي، كلش بسيطه وكلش حلوي. تعملون تجارب همين، بس هي كماده يعني ما راح تستفادون منها كاطباء اسنان. بالرابع راح يعني بالرابع من تطلعون على الرابع ايدهم الثاني مايكرو، بس بعد الرابع ما هذاك اللي هذا. بالماجستير لا، يطلبوها منكم اللي يدرس ماجستير، بس انا قصدي كحياه عمليه كطبيب اسنان، من تشتغل بعياده، من تشتغل كمايكروبيولوجي ما راح يكون لك اختصاص، بس من تدرس بس بالدراسات. اذا انت ان شاء الله منكم الاوائل وهذا، خلي يركز عليها لان تفيد بالدراسات. نقلب على الماده اللي بعده ان شاء الله، اللي هي الفارماكولوجي. احد عنده سؤال؟ الو، قال لي جت رساله على، اتوقع انا سمعت الصوت، اخاف جت رساله او شيء. انا بالاقتوم اذا احد عنده سؤال خليه. اي خوش، ما مشكله، اي احد عنده سؤال ما مشكله، حتى اذا صوت او شيء مداخل على السريع ما مشكله. نكمل ان شاء الله اذا احد ما عنده سؤال بالفارماكولوجي. حتى اذا ما تفهمون علي او عاد اشرح سريع او شيء قولوا لي، قف اعيد، ما عندي اي اشكال قوي يعني، ونحن نريد نفيدكم صراحة. إيه الفارماكولوجي مادة كلش طيبة، كلش مهمة. يعني أنا بنظري أنت طبيب أسنان، يعني نحن ماخذين عنا سمعة كأطباء أسنان ما يعرف يوصف أدوية، ما يعرف يقرأ الدواء، والله هالشكل. يعني يقول لك هو هذا طبيب أسنان، إيش فهمه بالأدوية؟ وهي شغلة يعني الصراحة نحن جبناها لنفسنا، إنه جماعة الأسنان ما يدرسوك الأسنان، الأدوية بشكل عام، أو شلون تشتغلها، أو شلون هذا. بس يعني شلون أقل كمية ما موسعينا بالمادة، يعني بس على قدر الأسنان مالتنا. وجماعتنا من الأطباء ما يحبون يطورون نفس، أغلب الأطباء ما يحب يطور نفسه، هذا وفتح عيادة ويشتغل على المريض وهذا، يقلك الله الكريم عليك تبقى أنتبايتك. يعني أبسط شيء، هذه كمرة يوم صيدلية يقول يا وأش متشلبين بالأكومنتين، انتم جماعة الأسنان 100,000 خيار اكو، 100,000 انتبايوتيك اكو، ليش مجلبين بس اوغمنتين؟ قلت تجي الوصف فلاجيل اوغمنتين، ليش الشكل 100,000 خيار؟ حاول تجدد، مريض عطيته فلان شيء، مريض الله خنطينه غير دواء، ما كل ما نفس الدواء ممكن ياهم على كل مرضى، ما ستاندر، هاي فضوة قاعدة. انت الدواء ممكن تاخذه يمشي عليك، نفس المرض عند نفس الشخص نفس هذا ما يشتغل عندك الدواء، طبيعة جسم ريزيستان، الميتابوليزم بالجسم تختلف، كل هاي السوالف يعني لها تأثير. فالماي الفارما حاولوا تركزون عليها، المحاضرات اللي بيها والعملي همين مالتها، لأن صراحة يعني المحاضرة المادة الوحيدة اللي ركزتوا على عملي مالتها. الفيرست سيمستر راح تاخذون انترودكشن، هم 4 محاضرات، دكتورة غادة طاقة تشرح الكيمياء، أخذ دكتور عامر طاقة الله يرحمه تشرح الكيمياء، 4 محاضرات. اتوقع هالسنه يمكن راح يعملون تبادل بالدكاتره، لان هذيك السنه تعبت معانا، لان تشرح ساعتين واتوقع انتم من تاخذون ساعتين، فشويه راح يصير طويل عليها. اتوقع غير دكتوره تشرح الكيمياء. المهم من الانترودكشن 4 محاضرات، ايش من الفارماكولوجي، ايش تدرس، الدواء ايش يصير له داخل الجسم، عشان تتعامل مع المريض، عشان تتعامل مع الدواء نفسه، الدوز اشنو الليثال دوز، الجرعة القاتلة، اشنو التريتمنت دوز، اشنو الجرعة اللي اعطتني، عفوا الافكتيف دوز، اشنو الجرعة اللي اعطتني افعالية. فهاي السؤال راح تشرح الكيمياء بالمقدمة. شغلة راح تواجهوها بالفارما،
انه تقرا سلايد بالمحاضره، المحاضره اللي بعدها تجون تقرون السلايد يختلف تماما عن السلايد اللي فوقه، واثنينهم صحيح، اثنينهم صحيح. لازم تحاول بفكره يعني تفهم نفسك عليها. بس بالبدايه بس راح تواجهون هاي المشكله، بعدين تعبوا ان شاء الله. المحاضرات اللي بعدها دكتوره مها تشرح الكيمياء، دكتوره مها اللي هي لوكال انستيزيا والجنرال انستيزيا، راح تشرح الكيمياء من ناحيه فارماكولوجي، يعني من ايش يتكون اللوكال انستيزيا، ايش اشني فعاليته، اشنو فعله على العصب، اشنو اللي يعمله، ايش اشنو تاثيرات الجانبيه اللي هو كفارماكولوجي، ما كد سيرجري عشان تنطيه وعشان تحمل الابغه وعشان تنطيها للمريض، لا هاي راح تاخذوه بالاورال سيرجري وراح نتطرق له، بس هون يعتقدوه كفارماكولوجي ايش المكونات مالته. ولا حد يقول لي ما مهمه، لان كلش مهمه، لازم، لان انت اذا ماده مثلا يعني يجيك مريض ضغط لازم تعرف يا ماده تنطينه، مريض سكري خلينا نقول او مريض يو تي اي، يعني اكو الليدوكاين، هو صحيح الليدوكاين او زيلوكاين يسمى ينعطي لكل الحالات، بس اكو حالات لازم تاخذ بها بيكر، يعني احتياطاتك لازم تاخذ بها بريبريشن، لازم يكون عندك احتياطات ما شو اسمه، وخاصه الاشخاص اللي عندهم حساسيه، هاي راح تاخذوها باكثر من مكان، بالاورال سيرجري، بالفارماكولوجي، بالميديسن، راح يحكوا لكم على الحساسيه اللي يصير باللوكال انستيزيا، وكلش مهمه هذه. ولو يعني على حكي دكاترتنا يقولون نحن يعني بالسنه يجي، يعني دكتور من دكاتره قال انا هاي 10 سنين ما يعني ما جاني مريض واحد عنده حساسية أبدا، قال كله يجي يضغط ويطلع عادي كل شيء ما قال عليه، بس للاحتياط. الجنرال انستيزيا هم من تأخذوها إيش هي إيش تعمل وهذا، يعني بس ما بهذاك العمق، على قد إنه تفتهموها. هاي دكتورة ما تشرح لكم المحاضرات. المحاضرات الباقي اللوكال انستيزيا ثلاث محاضرات والجنرال محاضرة واحدة. الأنالجيسيك and opioid. الأنالجيسيك تشرح الكيمياء دكتورة فيحاء. الأنالجيسيك هي مهدئات الألم، مسكنات الألم، وخاصة راح يمر عليكم هذا المصطلح اللي هو NSAID Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug اللي هي أسبرين، أبروبين، باراسيتول، ولو ما ما بينه Anti-Inflammatory Drug إفكت، بس يدخل معها هاي المجموعة. ثلاث محاضرات حاولوا تستفادوا منه، يعني بقدر الإمكان تأخذون الملخص من دكتورة فيحاء. هي المحاضرة كل تقروها كلش فهمها سهل، كلش تفهموا، بس تعرفون انتم من دواء على دواء شويه تخربطوا عندكم، فحاولوا سجلوهم. هذولي يعني الاسبرين مثلا ليش، هما كلهم نفس الاستخدام، بس الاسبرين ليش، بروفين ليش، اشنو الفرق بين الاسبرين والبروفين، ايمتى انطيهم للحوامل، ايمتى ما انطيهم، الحالات اللي استخدمهم لها، هاي الانالجيسيك. الاوبيويد اللي هي المواد اللي تحتوي على الاوبيوم اللي هو المخدر، خلينا نقول اي الترامال، الهيباري، لا ما هيباري، المورفين، الكوكايين، هاي المواد، هذه مواد تحتوي على مخدر يستخرجوها من نبات الاوبيويد. فراح تاخذوها محاضره وحدي، بس مجرد تعريف على كل دواء، اشنو هذا، بيش يستخدم. اكو ادويه يعني تستخدم لعمليه، يعني تكون اكو مثلا اشخاص عندهم ادمان، المدمنين على الهيروين، اكو ادويه انا استخدمها خاصه تعالج لي الادمان، هو شنو تقليل، اشنو يعالج الادمان، يقلل الدوز، الجسم يقلل الجرعه مال الهيروين الى اقل مدى، الى ان يهذا ويقطع نهائي، يقوم ينطينه بلاسيبو، مجرد ماي، مجرد نورمال سلاين، حتى بس الجسم الى ان يتعود الجسم ويروح. فما اريد ادخلكم بالتفاصيل مالته، بس هو هذا ملخص الاوبيويد. راح تاخذون بهم الترامال، الترامال اتوقع يعني هذا كلش مذكور عندكم، يعني سامعين بينه كثير الترامال او الترامادول. هاي الاوبيويد والانالجيسيك ما اتوقع بها هذاك الاطاله، يعني هذاك المواضيع. الانتي بايوتيك هوني تسحبون هند بريك وتطبقون على صفحه تعلقون رماش، هذه ماده يعني ست محاضرات، دكتوره جوناء تشرح الكميه، كل محاضرة مهمة من أول محاضرة إلى سادس محاضرة نهايتها، راح تنطيكم الأنواع مال الأنتيبايوتيك خوش واستخداماته واستخداماته. هو أشهر راح ينطيكم مثلا البنسلين، راح ينطيكم تيتراسايكلين، هاي اللي ينطيكم أزيثروميسين، كل أنتيبايوتيك هذول إيش تدرسوهم،
كل انتي بايوتيك تعطيكم الدكتورة بنفس اليوم ترجعون على البيت الانتي بايوتيك تكتبون اسمه ليش يستخدم وش اشني السايد افكت مالته واهم سايد افكت عنده وش مثل الفلاجيل اقرب مثال اللي هو يعمل ميتاليك تيست اللي طعم معدن بالفم او التتراسايكلين اللي هو يعمل اصفرار بالاسنان وبالعظم وش فلذلك ما ينعطى للمرأة الحامل اثناء فتره الحمل وش ليش لان يعمل اصفرار بالاسنان وما يروح ابد فالمهم كل انتي بايوتيك ينعطي بيش يستخدم وش واشنو الميكانيزم اوف اكشن مالته واشنو السايد افكت يعني على ايش يشتغل بالخليه الميكانيزم اوف اكشن اكو يشتغل على السيل وول اكو يشتغل على الدي ان اي اكو يشتغل على البروتين واكو يشتغل على ايش والله على السيتوبلازميك ممبرين فهذول الاربع طرق يعني اربع ميكانيزم كل واحد يتفرقوها اشني الامراض اللي اعالج بيها هذا الانتي بايوتيك واشني السايد افكت اللي احصله واذا اكو انتر اكشن الانتر اكشن انه يعني اشن مثلا اعطيت تتراسايكلين مع ازيثروميسين اشنو التفاعل بيناتهم وهل واحد يضر الاخر ام هل واحد يفيد الاخر وهكذا اي الدوز ما دوز ديلي دوز ما ديلي دوز هاي ما كلش يعني مهمه انت يعني هاي مجرد انت تكتب بالراتشيتا فلاش فلاش وراح تاخذوها بالعملي اي اغلب الادويه كلها 500 ملغ 250 600 تعرفوها يعني ما يغاد لشيء فما يحتاج تركزون عليها اهم الشغلات ميكانيزم اوف اكشن على ايش يشتغل بالجسم او بيا مرض انطينو خوش والسايد افكت مالته مال كل دواء هذا كلش مهم اي بالانتي بايوتيك اكو محاضرتين اضافيتين راح ينطوكم اياها اللي هي انتي فانجايل وانتي انتي فايرال امين محاضره بمحاضره كلش بسيطه وهم سهلي ونفس مبدا الانتي بايوتيك تدرسوها السكند سيمستر الفصل الثاني راح تبدون بمحاضره الاوتونوميك نيرفس سيستم والسنترال نيرفس سيستم هون هاي خلينا نقول على قولة الشباب محاضرات ادويه المجينين اللي هي الادويه مال العقل اللي عنده اضطراب اللي عنده اللي عندنا محاضرات مال انتي ديبريس دراج اند انتي اونكسيتي جماعه الاكتئاب جماعه شو اسمه يعني شغلات لها علاقه بالسنترال نيرفس سيستم بالاعصاب وما اعصاب ما كلش انت متفيدكم كاطباء اسنان بالعمل مستقبلا ما كلش تحتاجه الا اذا فتت ماكسيلو فيشل وصوت يعني سيرجن وبالمستشفى وهذا راح تحتاج ادويه تنطيها لفلان مريض فلان مريض مع كوبريشن مع الجمله العصبيه طبعا فتحتاجوها ما كلش تحتاجوها هسه هي مو عباره عن تقريبا كم محاضره 32 تقريبا اربع محاضرات اثنين الدكتوره مها واثنين الدكتوره غاده اتوقع لو اربعه لو سته البعد محاضرات الاندوكراين دراج الاندوكراين دراج اللي هي ادويه الغدد واهم غده اللي هي الغده الدرقيه والقبل الدرقيه اللي هي باراثايرويد والثايرويد الادويه اللي تشتغل عليهم لان انتم كاطباء اسنان تجيكم مانيفست يعني يجيكم المريض من وجهه يعني اكو لها تاثيرات الغده انه لها تاثيرات على الوجه تاثيرات على التصرفات فتعفوا هذه لازم تعرفون الديس اوردر مال الغده اشنو وشنو الدرج اللي انطينه هو للمريض وكلش مهمه ايضا الادويه اللي بيها حاولوا تكتبوها على ورقه هي هيدروكورتيزون ما كورتيزون هاي السوالف نجي على الجزء العملي بالفارما الجزء العملي بالفارما كلش حلو والدكاتره دكتوره بان ودكتوره رنا يمكن ايضا تشرح الكميه كلش دكتورات حبابات ويشرحون من كل قلب وتعجبكم الماده بس كم مختبرات ما راح يفيدكم يعني بنظري انا غير مختبرين اثنين الدراج تايب انواع الدواء خوش ولا حد يقول لي انا فعليا اساش الفرق بين السيرب والاويتمنت العفو بين السيرب والشراب العادي اشنو الفرق بين الاويتمنت واللوشن الكريم والاويل يعني هاي لازم تعرفون شلون تفرقون بها التابلت عن الكبسول اشنو فرقه اي فهذه راح تاخذوها بالدراج تايب والكالكوليشن عمليات الحساب فلان مريض هل قد وزنه اكو ادويه تعتمد على الوزن تنعطي خصوصا للاطفال فوزنه هل قد اش قد احسب له هي عشان انطينه هي عشان هذا الدواء ينطي سايد افكت خلينا نقول او يبدي يكون خطير على المريض هذا مختبرين اتوقع دول الدراج تايب اند كالكوليشن المختبر الثالث اللي هو البريسكريبشن اللي هو كتابه الوصفه خوش هذه كلش مهمه
كلش مهمة وعيب، يعني عيب على شخص أو أنت كدكتور تطلع الرابع أو تروح أنت خلص الثالث، يعني أكثر منكم أتوقع راح يعمل هاي الشغلة يعني جماعتنا عملوها، تطلع على تخلص الثالث وكمان من الأول زين، تروح تشتغل بالمجمع، بالمجمع يزدك على المريض يقول لك يلا اعطينه علاج زين، انت كدكتور ما تعرف تكتب علاج، انت بهاي الحاله يعني وصلت لمرحله رابعه، انت يعني المفروض تعطي دواء، كيف تنطي دواء لو حتى ما تكتبه، حتى ما تكتبه بس انت عندك الثقه انه اذا سالت على دواء او عرفت تعرف ايش تكتبه، ايش تكتب الراشيته، اسم الدواء، ايش من كميته، كم مره باليوم. يعني انا اعرف جماعه قلعوا سن الشخص صار عنده كومبليكيشن لهذا القلع، هي التهاب ما التهاب، الدكتور المسؤول عليهم قال لهم بس اكتبوا له انتيبايوتيك، ما عرفوا يكتبون، ما عرف ايش يكتب، ايش الدوز، ايش يخاف، ليش تخاف؟ اكتبوا وعرضوا على الدكتور المسؤول مالتك. يعني حاولوا شغله بالاسنان، طب الاسنان شغله مجازفه، شغله فكر، شغله تشغيل عقل، يعني لازم يعني اذا ما الشغله اللي درسوك اياها بالكليه تمشون عليها، ما يعني شويه يعني لازم تفتحون يعني خلينا نقول نفتح المخيله مالتنا، نفتح الافق مالتنا، نوسع الافق مالتنا، انه يعني ما فهمت هالشغله اي اخترع له غير شغله واشتغل هي وجرب، اجرب صارت ما صار، ما صارت ارجع على البيسك. ما انت نحن شغلتنا بالاسنان ما دي موت المريض، يعني كلش كلش بس بحالات اكو اكزو يعني يعني نادر ما تقود للموت، بس انت كهذا اسنان تضررت ابسط شيء يعني وما يصلح على السن، ممكن هسه الكراون تعمل له كراون وعمله زي على حسابك انت كطبيب اسنان، ما دي ضرر شيء تعمل له هو كراون وتخلي له هو وهذا وتعالج السن، ما بينه اي شيء كراون بريدج، اكو علاجات اخرى يعني. فشوي ينغاد له مجاسفه، ينغاد له قوه قلب، فلا تخافوا من هاي الشغله يعني، وخاصة يعني نصيحة ما راح تطلعون انت مع الأسرة، راح تطلعون اكيد راح تشتغلون بالمجمعات، راح تشتغلون بعيادات جازف طمش وشاع الدكتور، اذا الدكتور قال لك تعال اشتغل قول له ايه اشتغل انتم، خصوصا البنات يعني هاي شغلة للبنات يعني شوية البنات يكون يخافون هذا ايه، لا جازفي اشتغلي، ما غلطي مرة عادي غلطي مرة اللخ، ما يغلط ما يتعلم هذا كل ما يخص الفارما. إذا أحد عنده سؤال يتفضل أو أقرب عن المنطقة بعده. ما يبدو سؤال أبدا. يلا بس خلصنا، عارف طولت عليكم بس إن شاء الله خلصنا. الجنرال باثولوجي نجي هون يبقى هاي المادة هي طويلة هي ما تفيد هي صعبة أبدا، ثلاثي مريح بيها هاي المادة. تاخذون بالفصل الاول انترودكشن يشرح الكيمياء دكتور مصطفى من الطب العام، اتوقع هسه هم نفس الجروب اللي درسنا هذيك السنه، اللي ماكو غيرهم، هم هذول يدرسون صيدله ويدرسون اسنان ويدرسون طب ويدرسون يمكن اتوقع وبالتمريض يدرسون، فيعني هم نفسهم هذا الجروب نقل بين الاربع كليات وكلش كلش يعني زخم عليهم وخلف الله عليهم، دكاتره كلهم حبابين كلهم يعجبهم يساعدون وساينتفك، يعني من تسأله على شغلة يعني يجاوبك عليها بشغلة علمية بهذا، وخصوصا دكتور مصطفى ودكتور زهراء هسه يعني راح بالسياق نشرح الثمانين. السيل انجري هي محاضرتين يشرح الكيمياء دكتور خالد، ايضا دكتور كلش شرحه حلو وطيب المحاضرة السيل انجري، وكلش مهمة كلش مهمة عندكم هذه كمحاضرة بالنسبة للباثو يعني كلش مهمة عندكم السيل انجري. بعدها راح تاخذون الانفلاميشن ايضا، هذه عباره عن كم محاضره، اربع محاضرات، ثلاثه اكيوت انفلاميشن وحده كرونيك، يشرح الكيمياء دكتور مصطفى ايضا كلش مهمه، تخلون خطوط حمر جوات الانفلاميشن اللي مهمه البروسيس مالتها شلون تصير، تعرفون شلون تفرقون بين الانفلاميشن والانفكشن، اشنو هي انفلاميشن اشنو هي انفكشن، يعني وحده تختلف عن الاخرى. بعدين نبدي محاضرة الهيلينج اند ريبير اللي هي الصيغ، يعني هي عملية العلاج للإنفلاميشن للجرح لأي شيء، ريبير للبون، يشرح الكيمياء لو دكتور مصطفى لو دكتور خالد وحسب الفراغ مالتهم. ومحاضرة أيضا محاضرتين هم كلش سهلين وبسطاء، يعني تحتاجون بالدراسة لأن الدكاترة يركزون وخصوصا الجداول اللي موجودة بيهم. ودكتور مصطفى تكتبون معانه
اتوقع ما يخلي احد يسجل يمكن، بس حاولوا تكتبوه معاه لان هو يعطي الباوربوينت اكو شغلات يشرحها يقول عليها اثناء الشرح ويجيبها بالامتحان. دكتور خالد لا يعني يشرح شغلات بس اغلبها يجي من الملزمه اي، بس دكتور مصطفى لا لان يريدكم تركزون. الراديشن راح تشرح الكميه دكتور زهراء، محاضره كلش طيبين، محاضره وحدي اشنو الراديشن، ايش يسبب لي امراض، عشان اقي منه مع ايش. تختصر الكميه هي الدكتوره ومحاضره كلش بسيطه وسلسه، وهي الدكتوره كلش حبها. محاضرات الجينيتيك، محاضرات الجينيتيك هم محاضرتين جينيتيك ديسوردر، ايضا حاولوا تلخصوهم. يعني فقد عندي الكروموسوم 21 ايش يسبب لي سايندروم، فقد عندي الكروموسوم 13 هم اصلا يعني الكروموسومات يعني محددين 13 و15 و18 يمكن و21 و22 اتوقع هذول الكروموسومات اللي يصير بيهم خلل ينطيني ديفكت بالجينات. محاضرتين دكتورة زهراء راح تشرح لكم اياها ايضا كلش حلوه كلش محاضره سلسه. وعندنا الاوتو اميون ديزيز، هاي 3 محاضرات عن الهايبر سنسيفيتي رياكشن، عن الترانسبلانت ريجكشن يشرح لكم اياها دكتور خالد. هذه بيها شغلات محاضرة يمكن بالمحاضرة الثانية مالتها أو المحاضرة الثالثة أكو سورجن سيندروم. هذا الموضوع كلش مهم ويجي بامتحان نص السنة، يجي سؤال عليها. وأكو أيضا كوشن، يمكن كوشن سيندروم أيضا يجي عليها سؤال، هذه هذول الاثنين يجي عليهم سؤال كشرح يعني. نبدأ بالموضوع الأخير اللي بالفصل الأول اللي هو النيوبلازم. النيوبلازم اللي هي محاضرات السرطان، بعيد عنه وعنكم إن شاء الله. الكانسر راح يشرح الكيمياء دكتور مصطفى، 5 محاضرات كلش مهمة، كلش مهمة 5 محاضرات، وخاصة أكو موضوع اسمه الديفرنشن بين بناين اند مالجننت، اللي هو فرق بين المالجن الحميد والخبيث، والش اسمه كانسر ماركر، التيومر ماركر، يعني اشنو الدليل اللي ينطيك انه هذا كانسر. هذا يعني جانا نحن سؤال بالامتحان نص ثاني وانا بالنسبه لي ما جاوبته الصراحه، لان خربطوا بهم الماركر يعني تقريبا 8 شيء، كل واحد الشغله كل واحد هذا شويه يخربطون صعبين. فحاولوا تركزون، وقلت لكم دكتور مصطفى من يشرح اكتبوا معانه، لخصوا معانه محاضرته ايش هي ايش عي يشرحها. ولو انتم هسه يعني الكتروني فالمحاضره تقدرون تسمعوها اكثر من مره، بس ما يخالف لخصوها. انا صراحه لي حد الان بالي انه احضروها حضور، ان شاء الله يرجع الدوام وتحضروها حضور تفهمون الدوام شلون، فتلخصون وان شاء الله تعبر يعني الباث يعبر ان شاء الله. الفصل الثاني راح تاخذون الهارت باثولوجي، 3 محاضرات ما كلش انظر بشغلنا كاطباء اسنان، بس كمعلومات عامه تفيدكم يعني قاعده مع حد شيء هذا من يحكي كارديولوجيست شخص قلبيه وصدريات شو اسمه معانو عندك معلومات من يحكي تعرف ايش يحكي. والريسبيراتوري تراك باثولوجي اللي هي امراض الصدر، هذه اللي يهمك منها الالتهاب اللوزتين باليحيم والتهاب الانف او الامراض اللي تصيب الانف، نزيف الانف، التهاب الانف رينايت، التهاب الرئه، وهاي السوالف ما كلش يعني ما راح تحتاجوا كاطباء اسنان حاليا. هذول المحاضرة أو الريسبيراتوري توقع 3 محاضرات الاثنين يشرح الكمية دكتور خالد، الهارت باثولوجي والريسبيراتوري باثولوجي دكتور خالد يشرحها. الانفكشن ديزيز اند جي تي اي، هذول 6 محاضرات، الانفكشن ديزيز 3 محاضرات والجي تي اي 3 محاضرات. هذول المحاضرات تركزون عليهم مثل اسماءكم، تشرحهم دكتورة زهراء، محاضرات مهمة. خوش راح تشرح لكم الامراض اللي يصيب بالجهاز الهضمي اللي هو نحن شغلنا. خوش نحن صراحه اكو من عندنا ما ركزوا بها الى حد الان يتوهمون بشغلات. خوش ولو نحن ما بعد ما اخذنا امراض او شيء، بس انت يعني ما راح تطلع كطبيب وهذا وتنسال يقول لك معدتي قاعد توجعني، رحت على فلان طبيب او شيء، شويه يعني تتحرج، ما يصير صراحه ما يصير تتحرج انه شغله بالجهاز الهضمي وتتحرج منه.
صحيح ان الجهاز الهضمي يدرس بكلية طب العام او سبيشاليست خاص بينه انه شخص هو يعني طبيب جهاز هضمي، بس انت لازم تعرف هاي المعلومات، لازم تعرف هاي المعلومات كطبيب اسنان. جي اي تي اللي هي جاسترو انتستينال تراك، الانفكشن اللي يصيب بيها راح تبدي معاكم دكتوره من البلعوم وتنزل الى المعده الى الامعاء، يعني الى هذا. والانفكشن ديزيز الامراض المعديه هذا اشني انفكشن تعريفه هذا، انت ما اخذتهم بالفصل الاول الانفلاميشن، الانفكشن تاخذوه بالفصل الثاني. بعدين تاخذون الفاسكولار باثولوجي الامراض الاوعيه الدمويه، ما كلش انفولف كأطباء أسنان أيضا، بس محاضرات حلوين، محاضرتين همين الدكتورة زهراء، محاضرة الليفر، أمراض الكبد، وهاي أيضا تفيدنا كأطباء أسنان، التهاب الكبد الفيروسي، مشاكل بالكبد، استئصال كبد، ما إيش هاي السوالف. ليش؟ لأن أكو أشخاص أنت تنطيهم أدوية أو حتى هي اللوكال أنستيزيا المخدر مالتك ممكن له تأثيرات على الكبد، الميتابوليزم مالته بالكبد، فإذا الكبد مالته بمشكلة فتأخذ احتياطك تنطينه غير مخدر. هالشكل الأدوية اللي تنطيها. فمحاضرة الكبد مهمة، يعني هي محاضرة واحدة بسيطة. الهيمودايناميك ديس أوردر هذه أيضا أمراض اللي يصير بالأوعية الدموية، بس إحنا هون مثلا سمعين بالدوالي شيء أكيد، فهاي مثله يعني الدوالي ما دوالي اوجي ما الانتفاخ النزيف. اكو اشخاص مرات يعني خشمهم ينزف على نتيجه ارتفاع ضغط او شيء، اكو اشخاص يعني يلتحق على عينه من ايون ترشع حمغاء يعني طبقه حمغاء، هذه هاي هم تاخذوها من نتيجه الهيمودايناميك ديس اوردر اللي هي عدم موازنه الضغط، ويعني العفو عدم موازنه سحب الاكسجين من الرئتين واعطائه للخلايا وسحب ثاني اكسجين كربون من الخلايا وتبادله مع الاكسجين، هاي يصير بيها خلل. فهاي المحاضرات الهيمودايناميك هم ما كلش انفولف، بس محاضرات حلوه يعني اذا تفتهموها ما راح تخسرون شيء يعني كمستقبلا يعني كعلم. العملي مالته مال الباثو شو اسمه مجرد سلايدات على نفس المحاضره اللي اخذتها، يعني اخذت سيرم انجري يشرح لكم السلايدات، اتوقع دكتور اكرم احنا كان يشرح لنا السلايدات مره دكتور خالد على نفس الموضوع سيل انجري مثلا العملي ينزل ويعمل لكم امتحان عملي اتوقع ومع يعني اتوقع هسه على الالكتروني يعملوا لكم هاي الشغله، ما يعملون احنا كانوا يعني دكتور مصطفى خاصه يعجب لك وزات حضور قليل الفينا بكوز على السريع يجيك كويز وأسئلة مرتبة يعني ومحسوبة كلها، بس ما أعرف أنتم على الإلكتروني يجوز يعمل لكم يعني مثلا ينزل لكم محاضرة فلان يوم عندكم بيها كويز ولو تنقل المحاضرة وتنزل يعني قبل بيناتكم الأجوبة عادي أتوقع، بس إذا رجع الدوام إن شاء الله إن شاء الله يرجع تأخذون يعني أكو كويزات حضروا نفسكم يعني توقعوا كل محاضرة كويز خصوصاً دكتور مصطفى مثل ما قلت لكم. هذا كل ما يتعلق بالمادة يعني إيش اسمه كناحية امتحانات راح أرجع بالأخير على كل مادة ما وأشرح الامتحانات مالتها. أحد عنده سؤال على الجنرال باثولوجي؟ أعتقد ما قاعد نبديها ساعة خلصنا عفوت عليكم بس خلصنا إن شاء الله. الهاي اورال سيرجري واخر مواد الساعه السريع نمر عليها. الاورال سيرجري حسن انت من يعني هوني والدك راح يشرح لهاي الماده لا تاخذها بس والله لا والله دكتور فائز يعني راح تتونسون من تسمعون انه عندكم محاضره دكتور فائز كلش تفاهم يعني اعتقد عندنا طلاب المدرسه والدكتور بيجينا. ليش؟ لأن المحاضرة مالته طيبة طريق الشرح للمادة، يعني يشرح لك دكتور فايز يشرح لك من حالات هو جته، يعني يقول لك فلان حالة جتني أنا على العيادة واشتغلت له هالشكل وعملت له هالشكل، أنت تتونس، أنت تقوم تطلع الواد أقوم أشتغل. إي. الأورال سيرجري، دكتور وائل طليع أيضاً محاضرته كلش حلوة، بس ما ياخذكم مثل دكتور فايز محاضراته أكثر،
دكتور وائل اتوقع على الاكستراكشن اكثر شيء. فاول محاضره تاخذوها بالفصل الاول هي لوكال انستيزيا كسيرجري كسيرجري، وهاي محاضره كلش مهمه. تعرفوا يعني لا والله ما يعني كمهمه بالنسبه للدكتور، بس انتم يعني راح تشعوا سهل لان اخذتموا بالفارما فتاخذوها هون كلش سهل. يعني لوكال انستيزيا راح تبدي عندكم، وهي محاضره طيبه كلش، دكتور فايز يشرح لكم اياها. بعدين تاخذون محاضره على قول دكتور فايز الارما مانيكيريوم اللي هي الادوات مال طب الاسنان. هاي طبعا هاي الكلمه ارما مانيكيريوم نحن يمكن سنه كامله ما طقنا نقراها. اخر شيء الدكتور فايز من كان يقولها يقول طلاب المحاضره اللي بيها امات كثير بهاي الكلمه هذه. الادوات ايه مال سرنج الكاربول النيدل هذا كل هاي السوالف تاخذوها بهاي المحاضره القسم. يعني هي انا اقول لكم محاضره بس تاخذون محاضرتين او ثلاثه يجوز، يعني نزلتني على ساعتين او ثلاثه يعني ما تخلص بساعه. اي اشنو النيدل انواعه طويل قصير، السرنج اشني، الثمب اللي بيها الثمب اللي بي اسبايرينج ان اسبايرينج هاي السوالف، الكارتج اشنو ايش قد يحتوي ايش قد السعه مالته من ايش يتكون. اي كل هاي السوالف تاخذوها بالارما من كيلو. امين دكتور فايز يشرحها. عندكم محاضرة الماكسيلري تكنيك، هاي محاضرة تركزون عليها وخصوصا اللي ضبط التشريح مال الثاني. طبعا دكتور اياد اتوقع شرح لكم التشريح بالثاني. دكتور اياد يعني اللي يقول لي انا ما مفتهم علينا اقول له بصراحة لا تسألني ما فيهم شيء من هاي بالنسبة لجامعة الموصل احكي ما فيهم شيء من التشريحين. دكتور اياد صح صراحة نحن بالفصل الاول اول شهر شهرين أفوت على المحاضرة كل شيء ما أفهم كل شيء ما أفهم صراحة، وخصوصا هو ما ينطي ملزمة فلازم تعتمديها على الكتابة أو على هاي الملزمة التخين اللي ينزلوها المصدر. بس بعد ما تفتهم المصطلحات إيش اسمه تبدي يصير عندك وتتكون عندك الصورة، وخصوصا إذا كان اللي كندرس على النت أو على إيش اسمه على هذا الأطلس، يعني النيرفات إيشون جي المصل إيشون جي هاي السوالف راح تفتهم التشريح. فالمحاضرة الماكسيلري تكنيك كل شيء راح تكون عندك حلوي كل شيء سهلي، تفرقون بين اشنو الاوتر لوب اشنو الانر لوب اشنو تنطي انفلتريشن اش قد تنطي التكنيك اللي موجودي الانفرا اوربيتال بلوك اللي هي هوني تنطي تدخلها من الداخل الى هوني البوستيريور سوبيريور تنطي هوني الجريتر بالاتاين اشنو تنطينه النيزو بالتاين هاي كله تاخذوها تحضرونه ايش تنطي التوبيكال انستيزيا وصفة تخليها كله راح تاخذوها. هذه عشان الاسنان اللي تتخدر عندي هاي المحاضرة تضبطون التشريح تضبطون هاي المحاضرة. بعدين عندنا الفارماكولوجي. الفارماكولوجي هون دكتور فايز راح يشرح لكم على الانواع اللوكال انستيزيا اللي دوكاين الاركوكاين الكوكاين البروفوكاين الميبيفوكاين هش شيء اسمها والاشنو اقول ماكسيموم ريكوندل دوز كم كارتليج انطي للمريض. هذا سؤال رياضي دكتور فايز يجيبه بنص السنه يجيب لكم مثلا يعني هو يجيب لكم راح تاخذوه بالمحاضره مثلا المريض فلان 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 يعني هالقد وزنه هالقد عمره فلان مخدر راح انطينه اشني الماكسيموم ريكوندل دوز كم كارتليج انطي انطينه وهكذا. اي هذا السؤال الرياضي يجي بنص السنه يجيب دكتور فايز وكان يجيب لنا كواجبات. انواع الفارما الانواع مال المخدر كلش بسيطه وكلش يعني سهل التفرق بيناتها. انتم اكثر واحد تستخدمونه هو الليدوكاين يعني لحدها اكو الاركيكاين اللي هو اقوى يعني بس واكو انواع مثل الكوكاين ما هو ما كوكاين وبروكاين العفو البروكاين يمكن الشيء اللي هو انتم راح تاخذوها اكو باللوكال انستيزيا اكو مجموعه الامايد اللي هي الزايلوكاين والليدوكاين وجماعته وهذه الزايلوكاين ايضا اسمه ثاني اركيكاين وجماعه البروكاين اللي هم الاسكارس. هذول مثلا يجيك مريض ضغط ما تقدر تستخدم مثلا الليدوكاين تستخدم له بروكاين او ما تستخدم له فلان مخدر تنطين فلان مخدر يعني ايش خلينا نقول انت اكثر بالعياده اكثر شغله موجوده عندك الليدوكاين خليك مثلا ميفيكاين خلينا نقول 10 كاربولات
بروكاين عشكار بولات هالشكل، هذه الاحتياط جات مريض ما رهمت علينا الليدوكاين تنطيهم قمه ايه عشان هي ديكليشن اوت. طبعا انت خلني نجيك المريض راح تساله اسئله كيس شيت اللي هي راح نبدي بيها دكتور وائل او المحاضره الاولى اللي هو الكيس شيت. يجيك المريض ايش تساله يعني يعلمك ايش تساله، ايش الاسئله المهمه، ايش الميديكال هيستوري التاريخ الطبي، ايش السيرجيكال هيستوري التاريخ الجراحي للمريض، ايش عنده امراض، ايش الادويه اللي ياخذها، هاي كلها داخل ضمن الكيس شيت. صراحه الكيس شيت يعني هي شغله كلش مهمه بس ما تطبق هون عندنا يعني بالعراق. يعني احنا قبل يفوت على العياده دكتور سني يوجعني طلع لي اشعه وتعال، يجي اشعه ايه هذا قلع هذا جد. هي صراحه تجي عن الخبره بس انت المريض لازم تساله يعني عنده فلا عندك ضغط عندك سكري عندك مشاكل بالكليه، هاي سؤال يعني لازم ايش تاخذ ادويه لازم تنسال. بس نحن هون ما نتسال ما اعرف ليش يعني الصراحه ايه. بعد ايش عندنا؟ عندنا الانديكيشن راح نبدي اوف توث اكستراكشن، ليش تشلع السن يعني اسباب اللي تخليك تشلع السن وتركزون على اول سببين اللي هو الكاريز هوش اول سبب اللي هو most common كاريز، والسبب الثاني لو بيريودنتال ديزيز لو اكيوت بالباتايتس اللي هو التهاب لب السن هوش او التهاب هذه. هذول يعني جونا بالامتحان ودكتور فائز دكتور وائل طليع قال اذكروا لي شو اسمه the most common. فنحن من كنا عن ندرسها ما عن ندرسهم كلهم سوا ما انتبهنا على هالكلمة انه هو هذا most common اللي هم اكثر سببين الكاريز والفلفايتس اتوقع ان كله البريودنتال ديزيز واحد من هذول الاثنين. اما الباقي ما يعني هي موجودة بس ما بدرجة الكاريز والفلفايتس. نحن بوقتها بالامتحان جاب النيم قال اغيد الموست كومن اهم نقطتين. بعدين الكونترا انديكيشن اوف توث اكستراكشن عفوا ايش في موانع انه اقلع السن، هذا السن ليش ما اقلعه، ايش عندي حاله، هل هو تحت علاج اشعاعي، هل المراه حامل، هل هو عنده سكري ايش اسمه. يعني مثلا مريض عنده سكري ما تقلع له قبل الا تبعته على طبيب وتقول له خلي تشيك لي حالتك يعمل لي فحص مال السكري وبعدين هو الطبيب مالته يرجعك يرجعه عليك يقول لك يابا اشلع له او لا. هاي يعني هاي مثال على الكونترا انديكيشن اوف توث اكستراكشن. نبدي بالفصل الثاني عندكم الماندبلر تكنيك، راح تاخذون الماندبلر تكنيك. نحن بوقتها بالفصل الاول ما لحقنا ناخذ الماندبلر بس اخذنا الماكسيلوري، على الفصل الثاني اخذنا الماندبلر اتوقع يعني راح تاخذوهم سوا. دكتور فائز بالفصل الاول الجزء اللي حق يشرح الكميه سوا. مانديبولار تكنيك ايضا اشمل الانفرا اوربيتال تكنيك عفوا انفرا اليفيولار نيرف تكنيك الانفلتريشن اشني المينتال نيرف بلوك تاخذوها الاناتومي مالتها عشان تاخذوها عشان تضمون الابره، هاي السوالف كلها بالمانديبولار تكنيك. وكلش ايضا محاضره مهمه كومبليكيشن اوف لوكال انستيزيا، هذه راح تربطون مع الفارما. الفارما واحدة من المحاضرات اللي بتذكروا مع دكتورة مها انه عن اللوكال انستيزيا الكومبليكيشن مالتها، فهذه ايضا راح يرجع يشرح الكمية الكومبليكيشن مع اللوكال انستيزيا ومحاضرة كلش سهلي. واكو لوكال كومبليكيشن وسيستميك واش، فلازم تفرقون بيناتهم. اي انسترومنت اوف توث اكستراكشن هون الادوات اللي استخدمها قلع السن خوش، هذه كلش بسيطة. الفورسبس أنواع خوش، إما هي أكو من اثنين أكو إما هي أكو من واحدة خوش، والإليفيتر أنواع أيضا هو من منه أكو من اثنين ومن أكو من واحدة، وهذا هو بس تأخذ اسم يعني تأخذون اسم الأداة وبياسن استخدمه وهذا هو ما تحتاجون شيء بعده. يعني كلش محاضرة سهلة. The principle of tooth extraction هذه هو دكتور ما راح يشرح الكمية ما راح يشرح الكمية بشكل معمق. The principle الأساسيات الفيليكروم لاين ما إيش هاي السوالف الدقيقة ما يشرح الكمية كلها بشكل عام مبسط. The principle of tooth extraction بعدين إيش عندنا complication of tooth extraction أشني التعقيدات اللي تظهر عندي بعد ما أقلع السن hemorrhage bone fracture tooth fracture واهم تعقيد راح تاخذونه هو اورو انترا كوميونيكيشن اللي هو من اقلع السيكس الابر سيكس يصير عندي كوميونيكيشن فتحه بين الماكسيلاري ساينس والاورال كافيتي
فهاي يعني لازم اخذ احتياطاتي ايش اعمل، لازم اخذ الاكسراي اخشع الجذر ويصل للساينس ما ويصل، هاي السوالف يعني الكومبليكيشن هذه انا ما ادري شلون تعالجوها لان هي كومبليكيشن يعني راح تاخذوها بعدين عشان تعالج هاي الشغله عشان شو اسمه بالتفصيل، بس اهم كومبليكيشن اللي هو هذا وبليدنج ماكو يعني راح يجيكم البليدنج راح يجيكم الفراكتشر، هذا كل واحد وطريقه علاج موجوده بالمحاضره، ومحاضره ايضا حلوه. يعني بالنسبه للاورال سيرجري كل محاضراته مهمه، لان هاي ماده راح تطلع معاك بالرابع، راح تطلع معاك بالخامس، راح تطلع معاك بالعياده بكل مكان، بكل مكان انت اورال سيرجري عشان تحط مخدر عشان تقلع سن ايش تعمل ايش ما تعمل، هاي السوالف كلها تتبع للجراحه. وهي ايضا اللي يدخل جراحه وجه وفكين، فانت اول كلمه عندك جراحه. اتوقع ظل شغله العملي الاورال سيرجري، العملي راح يدخلوكم يشرحوا لكم على الادوات نفس المحاضرات، ممكن ينطوكم الدكتور فايز يشرف عليكم واحد يضرب الاخ ابغى يعني لوكال انستيزيا، نحن الصراحه بس اخذنا الانفيريال ليفيولار نيرف وبس ما اخذنا الباقي، يعني كورونا يعني نحن جبنا المظاهرات جبنا كورونا جبنا الانقطاع فشويه تطورت علينا. ان شاء الله انتم بالمختبرات تحصلوا على هذه تتعلموا وحاولوا تتعلمون، وخلي واحد خلي واحد يشك الاخ ما يخالف، استحمل الالم في سبيل صديقك يتعلم وانت تتعلم، في سبيل صديقتك تتعلم وانت تتعلمين، يعني احسن ما تعلمون بغاس عالم تتساهم مع صديقك احسن ما تتساهم مع الغريب. يعني بالعملي اكو محاضره النيرف سبلاي يمكن دكتوره ظفر تشرح لكم اياها، هاي ايضا مهمه، ومحاضره الليمفاتيك درينج دكتوره علياء يمكن ما ذكر والله ايش اسمها، ايضا هاي المحاضره مهمه، والليمفاتيك درينج حتى بالنظري يجي عليها اسئله. هذا هو الاورال سيرجري خلصت، اللي عنده سؤال يتفضل واللي ما عنده نقلب حتى على الماده اللي بعدها. ماكو سؤال يلا نقلب على الجنرال سيرجري. الجنرال سيرجري هي كماده ماده ثانويه خوش بالنسبه لكم كاطباء اسنان او كم بالنسبه هي للماده، ما كلش انفولف بشغلكم، راح تاخذكم بالجراحه بشكل عام، محاضرات يعني المحاضرات مالتها طيبه وشويه الدكاتره يعني الدكاتره شويه مالتها طبعا صعب، يعني انا احكي بالنسبه لجامعه الموصل كل واحد يمكن يرجع الموصل لحد يوصل حكي رجاء بس هو يعني هذا رايي شخصي او هم الدكاتره، انا بالنسبه لي ما واجهت صعوبه مع الدكاتره بس هم يعني يعجبهم التركيز، يعجبهم الاسئله ان يجيبون اسئله يريدون واحد مركز، ما واحد بس فيت المحاضره او واحد بس قرأ المحاضره وفات. اي ومن يشرحون حاولوا تسجلون معاهم ايضا، اذا طبتم تسجيل وهذا المحاضره تستفادوا من الملاحظات اللي ينطوكم اياها، وعندهم ملاحظات كلش قويه يعني الملاحظه اذا ينطوكم اياها تستفادوا منها. الفصل الاول هي محاضراتها كلش قليله، انترودكشن تشرح الكميه دكتوره نور، تشرح الكميه تقريبا على محاضرتين ما محاضره واحده تكمل يعني على ساعتين. اي وهاي الماده ما بيها عملي بس نظري، مجرد نظري يعني ما بيها اي جزء عملي، وساعه واحده بالاسبوع اتوقع. محاضره الفلويد ثيرابي ايضا الدكتوره نور، هذه محاضره بيها عمليات حسابيه بيها هذه، ويجي من سواء فصلي او نص السنه. بعد عندنا الووند سيرجيكال اند تروماتيك، السيرجيكال ووند التروماتيك ووند، هاي ايضا محاضره وكلش مهمه وكلش يجي منها اسئله هذه المحاضره. السيرجيكال ووند شلون ينعمل بيا اتجاه ويصب اذا عندي مثلا عمليه الابندكس اللي هي زائده دوديه ويصب اشق، اذا عندي عمليه للبنكرياس ويصب اشق هالشكل. كلش مهمه هاي تفيدكم يعني. بعد ايش عندنا محاضره بعده؟ السيرجيكال انفكشن ايضا محاضره مهمه وحلوه كلش حلوه هاي المحاضره. السيرجيكال انفكشن انه مثلا مريض عملت له خياط رجع عليك بعد فترة المكان ملتهبي المكان ديدان بيها خلينا نقول، فأنت تعرف ليش المسبب أو بيها بليدنج، تعرف إيش المسبب مال البليدنج، إيش تنطينه دواء إيش ما فيش إيش تتعامل معانه، هاي السوالف ليش هل التئم أو ما التئم،
يجوز انت قلعت السن وصار عندك فراكتشر جوا والفراكتشر ما صلح وصار عنده انفلاميشن على المكان فصار عندك التهاب وصار عندك تروما فهاي كلها راح تناقشوها بالسيرجيكال انفكشن. بعدين عندك نيوتريشن سيرجيكال بيشنت. هون هاي محاضره دكتور سيف راح يشرح الكميه. دكتور سيف ضعيفاني يلبس مناظر معلوماته كلش حلوه اللي عنده هي بس شويه اسلوبه صعب يعني بالتعامل يعني بالدرجه شويه صعب فيعني لا ايش من يغدكم امين وكلش يعني من تساهلون يعني من تساهلون معانا كلش حباب وكلش يعني نحن نقشعوا يعني نحن نقشعوا بالتعليقات بالفيسبوك وبالهذا مع جماعته وهذا كلش يعني فعلوا هذا ومتفهم بس شويه يعني بالماده مالته ولا تناقشون يشرح الماده يكمل عندك عندكم سؤال اسالونه ما عندكم سؤال لا تحاولون تناقشون كثير. بعدين عندنا البلد ترانسفيوجن ايضا دكتور سيف يشرحها وهاي محاضره مهمه ايضا لان عمليه نقل الدم ونصيحه اللي ما يعرف تفاصيل الدم وخلي يحاول يعرفها من هسه وخصوصا اتوقع بالفصل اللي اخذتمه بالثاني يعني حاولوا كان تعرفون فصيل الدم كم لان تحتاجه يعني انت بالعياده بالهذا تحتاجوها عمليه نقل الدم شلون تصير بالامرجنسي كيسز شلون ايش نعمل له هاي السؤال. بعدين بوست اوبراتيف كير ايضا محاضره الدكتور سيف هاي عشان اعتني بالمريض بعد العمليه مثلا خلينا نقول وهذا تدخل بالمستشفى يعني احنا بس جماعه جراحه وجه وفكين هذول يدخلون مستشفى سبيشالست يدخل من يدخل مستشفى لازم عشان ايش تنطين للمريض اول يوم عشان تعالجه ايش تكتب له ادويه ايش تنطين مراهم هاي السوالف وايش اسمه ما بيها شيء بوست اوبراتيف كلها محاضرات سهله. السكند سيمستر الفصل الثاني ايش اسمه ثواني السكند سيمستر تاخذون محاضره الشوك اللي هي الصدمة وأنواع الصدمات الديستركتيف يمكن كارديك شوك هكذا. دكتورة نور راح تشرح الكمية محاضرة كلش حلوة وكلش خفيفة ما صعبي ما بيها هذاك التعقيد ما شو اسمه بعدين أشعدنا ميتابوليك ريسبون أيضا الدكتورة نور تشرحها صراحة ما قريت ولا المحاضرة بوقت أنا يعني طولنا طبعا بس اهم محاضره سهله يعني حسب ما فهمتم الطلاب هذا كلش محاضره سهله عموما الفصل الثاني جنرال سيرجري محاضراته سهله وطيب بعدين ايش عندنا يمكن السيرجيكال انفكشن ايضا تكمله للسيرجيكال انفكشن 1 تكملوها عشان علاج ايش يصير بالدم ايش يصير بالاوعيه الدمويه اثناء البروسيس مال هيلينج ايش يصير كله ضمن السيرجيكال انفكشن راح تاخذوها. Medical Emergency in Dentistry هذه دكتور سيف راح يشرح الكيمياء نحن بوقت الصراحة شرح النية بشكل مختصر المحاضرة لأن ما ضل الوقت كان مع الامتحانات أتوقع المرة راح يتوسع الكيمياء ومحاضرة كلش مهمة لأن هذه تقول لك يعني تشرح لكم أنه أشون تكونون أنت بعيادة وشخص صار عنده قبل أغمي علينه أشون أش تعمل له أشون أش الإمرجنسي مالته أش تعمل له أش هذا قبل ما ما تخابر الإسعاف وتجيك أنت كن شو اسمه عن شو اسمه يعني عما تصل الإسعاف أنت كن أقله وعملت الإسعافات الأولية اللي ممكن تنقذ حياته ولا حد يستهين بالإسعافات الأولية يعني كلش 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 مهمة كلش رغم إنه هي بسيطة وقليلة وصراحة ماكو هذاك يعني الزخم عليها من ناحية أكو دورات عليها وأكو إسعافات بس ما أخشى أنا بالنسبة لي أخشى ما تأدي الغرض المطلوب أي. مع أنه هي الإسعافات الأولية كلش مهمة كلش نحتاجها توقع خلصت هذه أي. أحد عنده سؤال الجنرال سيرجري ما سؤال الميديسن الباطنية راح يدرسوكم مياه جروب
من الطب العام، دكتور إسماعيل، دكتور رامي، دكتور خالد، مجموعة من الدكاترة يعني يدرسوا كمية. هي عبارة عن 12 محاضرة في الميديسن ما بيها عملي، محاضراتها كلش سهلي، كلش بسيطة تتلخص، هي المادة سهلي بس شوية الدكاترة يعني همين شوية نظام معقد يعني، فشو اسمه نظام معقد شوية راح يتعبون الممثل، بالنسبة للطلاب ما لهم دخل. عندنا أول شيء بالفصل الأول الفيرست سمستر راح تأخذون عندكم الأنفلاكسس أو الأنفلاكسس شوك اللي هي شرح الكيمياء دكتور رامي، محاضرة مهمة تحكي عن الأنفلاكسس. الأنفلاكسس هي إيش؟ حالة من الحساسية تصيب المريض خليني يفقد الوعي. زي هاي الحساسية منين تنتج؟ تنتج من اللوكال أنستيزي المخدر اللي أنطينه هي. فقبل ما فأول سؤال نسأله هو المريض عندك حساسية من المخدر؟ إيه يعني عندك حساسية من المخدر الموضعي؟ دي قال لك إيه أو لا. قال لك لا هذا واشتغله. قال لك إيه تغير على غير مادة تشتغله بلا بنج، يعني إيه تصل مرحلة إن تشتغله بلا بنج. تنطينه مسكن مال الألم، باراسيتول، فولتاريم، واشتغلوا حتى بس يخفف الألم علينا. وهذا هو ما أدري ندخل بيها، بس الأنفلاكسس محاضرة كلش مهمة تشمل كل شيء عن الأنفلاكسس. دكتور رامي راح يشرح لكم إياه إيش هي، إيش تتكون، إيش نتعالجها، إيش نعملها، وهاي السوالف. بعدين الأنيميا فقر الدم أيضا محاضرة حلوة وطيبة ونحتاجها، يعني نحتاج نفهم الفقر الدم إيش نوع نتيجة إيش، اشي يسبب اشي، ايش نوع دواعي، ايش اتعامل معاه وانا عيادتي كطبيب اسنان. الانيميا يشرح الكيمياء دكتور يمكن دكتور خالد، الاسماء ما الدكاتره ما عاد ذكرهم والله. الفالف ديزيز ايضا هذه الجنرال انفورميشن، خلينا نقول انت متقعد مع، قلت لكم متقعد مع كارديولوجيست، مع شخص طبيب او جراح نحكي على الفالف ديزيز، وهذا اقله انت عندك علم ايش هو الفالف ديزيز، ايش هي الامراض، ايش انا اعالجه، ايش اعمل له، ايش اكشف عنه. فحتى من يحكي هو انت تعرف ايش يصير، لا الله احد بالبيت تمرض وسمعت هذا الاسم يعني صاب منه هاي الحاله، تعرف انت عندك معلومه ايش انت تجاوب معانه، ايش تعمل، ايش هذا. لأن الصراحة نحن كأطباء يعني ما دام طبيب الناس ما تهتم طبيب أسنان إلا صيدلي، إلا أنت ما دام قبل اسمك دال أنت الناس تلجأ لك بأي ظرف، فأنت يعني لازم يكون عندك معلومة شئت أم أبيت. لا ما يصير تقول ما أعرف، تقول ما أعرف لازم عندك أحد مكانك يقف لأن هذا مسؤوليتك. خوش قلت ما أعرف يعني شوية زحمي، وخاصة إذا تقول ما أعرف وما أعرفش بحالة أنه فقد مرة، يعني فقد مرة يعني يجيك شخص على خلينا نقول شخص عنده التهاب، ما التهاب خلينا نقول عنده ورم خبيث بالدماغ يحتاج لعملية، هذا يجيك طبعا أنت مالك دخل. بس ما يجيك شخص مثلا وخصوصا هاي الفالف ديزيز أو الهارت ديزيز أمراض القلب الصيغ إمرجنسي على غفلي ثواني، يعني مثلا شخص طشاح قاعد معك وهذا على غفله قبل صار تكونت الجلطة عنده وصار عنده او صار عنده هارت فيلر، فلازم تعرف تعرفون ايش تعملون، ايش تجاوبون الامرجنسي، ايش تعملوها. عندك فهم انه فلان اعراض طلعت عنده، اذا هذا عنده فلان شيء بتودينه على المستشفى. الدكتور من يحكي الدكاترة طبعا بيناتهم يحكون بالانجليزي ويحكون بالهذا، ما يغيد المريض الصراحة، ما يغيد المريض وما يغيد المرافق يعرف شيء يحكي الدكتور، كلتنا نعرفه. لأن أولاً يقول لك يعني هذا إنه أسرار العمل، يعني ما أريد أكشف كل شيء. يقول لك لا المريض المريض مثلاً تقول له عنده فشل بالقلب، يقول لك وشنو عمل القلب ما تعب عطلان، إيش راح تسوي له يعني. يعني هو ما يريد المريض يفهم إيش يحكي الدكتور، يريد الدكتور على راحته هو يتناقش هو يعمل هو، بس إذا حكم مصطلحات خلينا نقول بالإنجليزي شغلة أنت دارسها أنت مفهميها تعرف إيش عي يحكي، تطيق تهدي أهلك، أنت تطيق توصل الفكرة لأهلك. هذه موضوع الفالف ديزيز ولو إحنا طلعنا خارج، بس هي إن جنرال تفيدكم. الدايابيتس ميليتس السكري محاضرة طويلة، ودكتور همين يمكن همين اسمه دكتور خالد أيضا،
يشرح يتنامون بالمحاضرة، يعني يفوت على المحاضرة ويجيب لكم مخدي، بس هي كمادة مهمة كلش. أشنو لازم تعرفون تفرقون، يعني بهاي المرحلة لازم تفرقون أشنو انخفاض السكري وأشنو ارتفاع السكري، أشنو الأعراض، أشنو العلاج، هاي شنو أعالجها، هاي شنو أعالجها، أي ما هي الأخطر، أشني تعقيدات مرض السكري، من يجيني مرض السكري على العيادة أشنو أتعامل معانه، هاي السوالف راح تلقوها هاي المحاضرة. بعدين ناخذ محاضرة الهايبرتنشن، هايبرتنشن محاضرة كلش حلوة كلش خفيفة، والدكتور راح يلخص الكمية فلانشي فلانشي، والترابزون أهم شيء على الدرج، الأدوية اللي ينطي كمية، راح ينطيك مجموعة أدوية، بيتا بلوكر، الأربس اللي هي عشان والله أنتي معف الله أنتي جي أنت كون ما أتذكر والله الاسم، بس هي اختصار أربس والأي بي سيز، هاي أدوية مال شو اسمه مال ضغط، يعني احفظوها حاول تحفظوها لأن تفيدكم أيضا بالحياة العملية. بعدين الديرماتولوجي محاضرة طبعا هذول على كل محاضرة محاضرة واحدة، يعني الدكتور يجي ياخذ لكم محاضرة واحدة ويطلع، هذا هو ما ترجعون بعده محاضرة اتمنى شوية تعدل شلون اتمنى شوية تعدل على أعلي الصوت لا اشو تعجل شوية بالشرح اذا ماكو مشكلة ها ايه هذا هو خلصنا، هي اخر شيء ان شاء الله هذا هسه اخر شيء ان شاء الله. الديرماتولوجي دكتورة أنفال راح تشرح لكم إياه، محاضرة مهمة كأسنان وكحياة عملية، هي راح تشرح لكم الأمراض اللي خلينا نقول اللي تصير بالميوكوزا الأورال ميوكوزا إيش هي إيش تصير، والأمراض اللي تصير على الوجه. إيه محاضرة سهلة وطيبة. نبدأ بالسكند سيمستر الفصل الثاني، إميون ديفيشنسي، محاضرة نقص أو اللي يعني عوز المناعة أو الأمراض المناعية، أيضا محاضرة وحدة نشرح لكم البليدينج ديس اوردر، هاي محاضره مهمه وتعرفوها وتعرفون الادويه اللي راح تنذكر بهاي المحاضره. والاورال مانيفيستيشن هوني، هاي عشان مثلا انت عندك مرض بالقلب عشان تعرفه عن طريق الفم او شيء، لان لا تستغربوا من هاي الشغله، لان اكو شغله انه عن طريق اللثه مع المريض اطيق اعرف انه هذا عنده مرض بالمعده مرض بالقلب او فلان شيء عنده بجسمه مرتبط بالفم. اي والاتش اف هي محاضره هارت فيلر، نحن لغت من عده وقتات وقع عشان توكم هسه محاضره كلش حلوه، ومعاها الانفكتيف اندوكاردايتس ايضا محاضره كلش مهمه هاي تاخذوها. الكيدني ايضا هذه محاضره مهمه، يعني تقريبا الفصل الثاني من الديرماتولوجي والفصل الثاني تقريبا كله مهم، الباقي يعني جنرال انفورميشن. الكيدني كلش مهمه ايش اسمه كاطباء اسنان نحن تفيدنا، لان المخدر مالتنا الادويه اللي نعطيها ترجع على الكيدني، تصريف مالتها يتم على الكيدني، فلازم اذا شخص مريض بالكيدني تعرف ايش مين. وهذا وخلصت هاي المادة ما بها عملي مجرد نظري، خلصت محاضراته. اللي شو اسمه عنده سؤال خليه يتفضل، وشكرا على إصغائكم وآسف على الإطالة الصراحة، بس هي مواد الثالث طويلة مو مواد تقريبا، والله الصراحة حاولت أختصر فيها قدر الإمكان، إن شاء الله تكونوا استفدتم من هاي المحاضرات من هاي المحاضرة يعني، وتنجحون من الثالث تخلصون من هاي المرحلة. الصراحة يعني أنتم الثالث راح ترجعون صعب، بس كوي هي مقبرة طب الأسنان المرحلة الثانية، بما أنه أنتم عبرتم من المرحلة الثانية فالثالث صحيح صعب بس مور انفولف بالمادة مالتكم، فراح يكون أطيب عليكم كثير. المادة صعبة بس تحسوها تتونس من عند تقرأها، تتونس من عند تشتغل بالعملي. إن شاء الله إن شاء الله تعبوها وترجعون تصعدون للرابع، الله يوفقكم إن شاء الله. أحد عنده سؤال على طريقة الأسئلة على أي شيء أنا جاهز. ما مستفيد من الله أي شيء، أحب أستفاد إذا تعرفت من اليوم، أحب أشكر حضوركم جميعا وأشكر أخي الشيخ النادي الوطني للطلاب التركي TNLMS على إقامتكم من هاي الفعالية. طبعا إن شاء الله يوم الجمعة حيكون أكو أيضا محاضرة تعريفية المرحلة الرابعة من طب الأسنان، بلغوا جماعتكم إن شاء الله، وإن شاء الله خلف الله عليكم على حضوركم. أشكرك عبيدة مرة ثانية، تعبناك عشان إن شاء الله. خلف الله عليك.
لا تعبكم راحة، وأنا يعني خلي أقول إن شاء الله أنا موجود معاكم إن شاء الله بالكلية، طبعا مداوم معاكم، أي شغلة تحتاجوها أو شيء هذا السؤال أنا حاضر إن شاء الله. ما أنا لولا أنت دائما ساحتنا، أو تدللون أو شيء أنا جاهز، ما شو اسمه يعني جاهز ونفيدكم نحن. الله عليك، عليك دلل أيوب.